مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم واولى حلقات هذا الاسبوع من ممكن. كان عندي بدايه لكن للاسف في احداث الان على مشارف التحرير بتغير بدايتي مؤقتا، وان كان لها علاقه باللي هقوله لحضراتكم. النهارده ذكرى مزبيرو اللي مات فيه ما يقرب من 25 مواطن مصري مسيحي، واعتقد ان كان فيهم واحد او اثنين مسلمين في هذه الذكرى. بعد دي الذكرى الثانيه لوفاتهم. احداث مزبيرو كانت عقب الاعتداء على كنيسه في اسوان، خرجت مظاهرات حاشده من الاخوه الاقباط، تعرضوا لاعتداءات اثناء سيرهم في الطريق، راحوا لعند مزبيرو، حصلت اشتباكات حتى الان غير مفهومه. لجنه تقصي الحقائق اللي شكلت في عهد النظام السابق محمد مرسي اودعت الادراج دون ان نفهم الحقيقه. في هذه الأحداث فجأة فوجئنا بإطلاق نيران، باشتباكات ما بين مدرعات الجيش والمواطنين، مين بيعتدي على مين، مدرعات دهست مواطنين بالفعل، صدرت أحكام ضد اتنين عسكريين من الجنود لأنهم قادوا المدرعات برعونة. الجيش ساعتها طلع بيان وقال إن ده كان تحت ضغط عصبي وتوتر، ومع ذلك تم محاكمتهم، ولكن الناس ما هديتش. قالوا ان في طرف ثالث وان كان في اطلاق نيران من اعلى كوبري اكتوبر، لكن الطرف الثالث ده هو اللغز الحائر في مصر حتى الان. مين اللي ضرب نيران؟ مين اللي موت؟ في ناس ماتت ما فهمناش السبب. من ضمن الملفات العالقه اللي عامله ازمه في مصر حتى الان، احنا عندنا مجموعه من الملفات العالقه اللي هتفضل وجع عايزه حل، منها مزبيرو، منها محمد محمود 1 و2، منها احداث بورسعيد اللي اتحكم على عدد كبير 21 تقريبا بالاعدام، غير احكام من 3 و5 و15 و25 سنه بما فيهم بعض ضباط الشرطه، ومع ذلك الامر لم يهدأ. النهارده رغم ان الكنيسه قررت ان يكون الذكرى داخل الكنيسه، لكن في اعداد خرجت اليوم في اماكن عده. كان في وقفات، وده شيء عادي جدا انك تعمل وقفه تعبر عن حزنك عن اخواتك والمواطنين اللي ماتوا، لكن فجاه زي ما احنا مش عارف، احنا عندنا مشاهد من التحرير يا جماعه، في التحرير اعداد مصره تدخل التحرير، في قوات امن منع دخول التحرير لاي حد، مع ضد اخوان غير اخوان، لكن اللي حصل ان المظاهره بتاعت مزبيرو عايزه تدخل التحرير. طب عايزين تدخلوا التحرير ليه؟ طب ليه الصدام؟ طب ليه فكرة ان احنا ممكن نتعرض الى ازمة تانية؟ هل هم دول فعلا اللي بيحتفلوا او مش بيحتفلوا، بيعيدوا وبيقبنوا زملائهم في هذه الذكرى، ولا دول في وسطهم حد تاني بيستغل الفرصة؟ البلد مش مستحملة. نتمنى انها تعدي على خير. اللي عرفته ان قوات الامن بتلقي قنابل غاز على المتظاهرين لمنعهم من الدخول. نتمنى من الله الا تحدث اشتباكات، وان العقلاء وان الاخوة المسيحيين اللي احنا بنشاطرهم الاحزان وبنطالب بفهم ما حدث حتى الان، ان يحفظوا امن مصر والا يكونوا اداة او غطاء لمن يريد ان يستغله. حلقة النهاردة غير الحلقة، يعني ايه؟ يعني كنت بشتغل على حلقة تانية خالص وهي جزء من الأزمة. كان نفسي النهاردة مش أعمل مواجهة، هنتكلم على الواقع بس أقول لكم جزء من الأزمة. نحن إعلام منحاز هكذا يتهموننا، ولا أنكر على فكرة أنا كشخصي ما حقدرش أقول أن القناة منحازة، زملائي عندهم انحيازات فليكن لكل انحيازه. أنا منحاز مش معه، أنا ضد جماعة الإخوان المسلمين، ضد سياسة الإخوان المسلمين، ضد تصرفات الإخوان المسلمين. هل هذا المشهد لاحق على 30/6؟ لا، هذا المشهد سابق بكثير على 30/6. هل كان هذا الموقف قبل تولي الدكتور محمد مرسي والإخوان الحكم في مصر؟ لا، لم يكن هذا الموقف من الإخوان سابقا، بل على العكس، ربما في زمن النظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كان الواحد متعاطف معهم، وكان هناك كتابات ومواقف واستضافات كثيرة لرموز الإخوان المسلمين، وبالعكس كان ليه علاقات صداقة مع أعداد كبيرة منهم، فكان
رغم المخاوف العديدة نتيجة لتكرار حالات الكذب والوعود بدءا من المشاركة للمغالبة، نسبتهم في مجلس الشعب، لعبهم في مجلس الشورى، رئاسة الجمهورية بالشكل اللي تم رغم انهم قالوا انهم مش هيترشحوا، ثم حالة الاستقطاب الحددة بعد النظام اللي بدأنا من اول حاجة عملناها ان احنا التقينا بالرئيس في هذا الوقت هو الدكتور محمد مرسي. وانا فاكر ان كان سؤالي الاول له مش في التلفزيون رغم ان عملت معه حوارين، الا ان كان سؤالي في اجتماع حضر زملائي الاعلاميين، كيف ستفصل بين كونك عضوا في جماعة المسلمين قيادة وبينك رئيس الجمهورية، وعندما توضع بين يديك الملفات السرية الخاصة بالدولة المصرية حتى لو فيها إضرار بجماعة الإخوان أو التنظيم الدولي، هتتعامل مع ده إزاي؟ ولم يجبني يومها إجابة شافية. قال لي ساعتها يعني اعذروني وتعاطفي وقلبي والجماعة، لكن هكون مخلص لمصر. الانحياز بدأ ضد جماعة الإخوان المسلمين وضد نظام الإخوان المسلمين في وجود محمد مرسي وبشهور مع تحمل اي تبعات. الانحياز لم يكن معه، ما كنتش اعرف حد اسمه المستشار عدلي منصور، ولو كل الاحترام عمري في حياتي ما شفت الفريق عبد الفتاح السيسي ولا قعدت معاه ولا حضرت احتفال ولا مناسبه، وهذا شرف، بس انا ما شرفتش بهذا، وان وجهت لي الدعوات ولكن الظروف حاله دون ان اكون موجودا، فحنحاز لاشخاص لا اراهم. انا منحاز لقواتنا المسلحه، منحاز لقواتنا المسلحه. بقول المقدمه دي ليه؟ مش بقدم نفسي يعني، انا بقول المقدمه دي لان لها علاقه بالشغل وبالاتهامات المستمره للانحياز. القنوات المصريه في اغلبها بتقدم صوره ضد الاخوان لان لديك طرف بيعمل فعل. لو انتوا فاكرين بعد سقوط نظام مرسي مباشره طلعت قلت سيكون له كل الاحترام وضد الاقصاء وكل الاطراف لابد ان تكون ممثله، ونحن دوله اسلاميه وساظل مدافعا عن الهويه الاسلاميه في الدستور الجديد وضد اي اقصاء لاي طرف. ولكن ما حدث بعد ذلك فرض علينا أن تأخذ موقف في أصوات إعلامية مغرضة من الخارج، مش منحازة، مغرضة. أنا وأنا بشتغل وأقسم بالله العظيم كل نقطة دم بتسيل ما بتنيمني، وأخشى أن أكون بحسن نية سببا في نقطة دم واحدة، ولا أرضى لنفسي هذا. ولكن وصلت الأمور إن احنا بنعيش في مجتمع احنا اتصالحنا مع الإسرائيليين، بس بقينا في مجتمع يمكن ان اتخيل ان اخويا المسلم هيقتلني لانه يراني كافر او ضد فكرته او جماعته. انا لست ضد ان تكون منحازا الى طرف، انت اخوانيا او متعاطفا فمن حقك، من حقك ان تخرج في مظاهره سلميه وتعبر عن ذلك، بس ما تعطلنيش وما تخوفنيش. مش مع اي حد بيكتب او بيطلع يتكلم وله رأي دفاعا عنه لا بخصمه ولا ضده ولا زعلان منه، انا مختلف معاه وبرد عليه بنفس الوسيلة. لكن نحن وصلنا الى مرحلة القتل، انك لازم تتوقع انك ممكن تقتل زي ما اللي حصل مع زميلنا خالد داوود ومع ابو سينا كامل ومع اخرين هيتكرر. يعني انا متخيل لو الاخوان قابلوني هياخدوني بالاحضان هيقولوا لي احنا مختلفين معاك، هيقول لي تعالى نتناقش، محدش منهم راضي يجي يتناقش. وطوال الوقت بدعو، دعوت وبدعو وحاولت النهارده وفشلت ان شباب الاخوان، اي حد اخواني غير متورط في عنف اتفضل يجي يتكلم. النهارده كنت بعمل محاوله انا وزملائي ان احنا يا جماعه انا مش قدام قوتين، انا عندي قوه حقيقيه غالبه اسمها 30 يونيو. 30 يونيو كان في خروج شعبي ضخم، ناس في الشارع بالملايين كانوا رافضين نظام حكم مرسي. يا ريت السيد المخرج يساعدني ويقدم لي المشهد تاني علشان انا هستخدمه في الكلام. وقلت لزملائي جهزوا هذه المشاهد. 30 يونيو كانت اعداد ضخمه جدا بتقول احنا مش عايزين هذا النظام، ليس لديهم تصور اخر. دي المشاهد زي ما انتم شايفين، دي اعداد ضخمه جدا من الشعب المصري اللي انا يجب ان اكون منحاز له. انا منحاز لهذا الشعب، منحاز لارادته. ما كنتش معاه في 25 يونيو، كنت منحاز لارادته، ما كنتش ضده، بس ما كنتش معاه وما كنتش منه وما نزلتش معاهم ومش ثوري حتى هذه اللحظه.
انا اعلامي وطني بحب هذا البلد ونفسي البلد دي تبقى احسن بلد في الدنيا، نفسي ولادي يتربوا في بيئه كويسه، ولاد حضرتك وولاد كل المصريين. 30 يونيو خرج شعب، الشعب وقف معاه الجيش، وقف معاه الشرطه، وقف معاه الازهر، وقفت معاه الكنيسه، وقفت معاه القوى المدنيه، وقف معاه حزب النور السلفي. حلو قوي. طيب ده قطاع انا كاعلامي انا مع هذا القطاع وكنت ادعوه وكنت اقف معه، والجيش استجاب لارادته وعمل خارطه الطريق. ده واحد، ده اتجاه. بعد ما ده حصل بدات مجموعات الاخوان المسلمين، وكان المشهد الغالب هم جماعه الاخوان المسلمين فقط، جماعه الاخوان المسلمين بداوا يعترضوا على ما حدث وراوه انقلابا عسكريا، يرون ما يرون سموه انقلاب، هو ده رايهم. بداوا يخرجوا في مظاهرات، اعتصموا في ربعه والنهضه، كان هناك مشاكل للاعتصام كبيره، الدولة تباطأت في التعامل مع ده، ومعنى التباطؤ قد يكون أدى إلى تعامل أدى إلى موت مصريين. موت المصريين يعز على أي حد، أي حد يقول لك أحسن يستاهله يبقى مش فاهم حاجة في الدنيا، لا ديننا بيقول كده. دم المسلم على المسلم حرام، ودم الإنسان حرام، والروح اللي خلقها ربنا يجب أن تكرم. ماتوا. في تباطؤ. في تعامل ما فيهوش روح الثورة حاصل بعد ثورة 30 يونيو، نعم يا جماعة، في تباطؤ شديد. في وزارة اسمها عدالة انتقالية ليس لها علاقة لا بالعدالة ولا بالانتقالية، ولم تفعل أي شيء، ولم نرى أي لجنة، ولم تطرح أي تصور، لأن جزء من حل أي مشكلة أنك تفهم إيه اللي حصل في رابعة؟ طب إيه اللي حصل قدام الحرس الجمهوري؟ طب إيه اللي حصل في النهضة؟ طب إيه اللي حصل في المنصة؟ طب ايه اللي حصل في سينا؟ محدش بيقول حاجه، كله صمت. نحن نحارب الارهاب. حتى اللي اتقبض عليهم ترويج، اشاعات، تهديد، تحريض، ما احناش شايفين حاجه حقيقيه تقدر تقول ان في حد حريص ان يحترم هذا الشعب ويقول له في واحد بيحصل، اتنين بيحصل، ثلاثة بيحصل. نتيجه لهذا التباطؤ ووزاره ليس لها جدوى، بدأ الإخوان بعد الفض يخرجوا في مظاهرات، كثير منها كان سلمي وكثير منها كان عنيف. أنا لا هعرف أقول مسلح ولا مش مسلح، أنا شفت ناس بتعتدي، ناس بتكسر، ناس بتضرب، ناس معاها أسلحة، ناس بتهدد. طيب الناس دي انضم إليهم ناس تانية؟ انضم إليهم ناس تانية، في ألتراس انضموا إلى هؤلاء. حركة 6 إبريل علشان تكونوا فاهمين، من بعد ثورة 25 يناير انضم إليها أعداد كبيرة جدا يصعب السيطرة عليها الآن، منها أعداد تنتمي إلى النظام الأسبق، ومنها أعداد تنتمي إلى الإخوان المسلمين. فبقى القرار جوه الحركة صعب مش سهل، فبقى في ناس بتخرج بتبقى قيادات الحركة، أحمد ماهر ومن معه المؤسسين كانوا مع 30 يونيو، بس كان في ناس من 6 إبريل بتنزل المظاهرات واضحة جدا وباينة. طيب بيحصل حالة تعاطف، الإخوان منظمين، بيحصل حالة تعاطف، بتحصل حالة تعاطف لما ناس بتموت زي اللي حصل يوم 6 أكتوبر 59، والاعتداءات اللي تمت على مواطنين من بعض المظاهرات، مش هقول كل المظاهرات، كان في اعتداءات عندي في الدقي رهيبة وبيكسروا أي حاجة، وكان فيهم ناس معاهم سنج ومتصورين، لكن أيضا تم إطلاق النيران عليه. لما قعدت اتناقش مع حد، ليه ما بنضربش في الرجل؟ ليه ما بتصيبش؟ ليه ما بخرطوش قنابل مسيله للدموع؟ مين بيضرب؟ يقول لك مش احنا اللي بنضرب. مش احنا اللي بنضرب دي من يوم 25 يناير حتى الان. ما سمعناش حد بيقول انا اللي بضرب. الناس بتستفز من كلمه المواطنين الشرفاء اللي تصدوا يوم المواطنين الشرفاء معاهم سلاح وبيضربوا نار. فبقى في عقد في النص بتخلي اللي مش منحاز بيطرح اسئله عايز يفهمها. بيموتوا ازاي؟ مين بيموتهم؟ طيب الرصاص مش ميري ومش من الدولة، طب في بلطجية، طب مين اللي جايب البلطجية؟ طب ليه ما بنصيبش وبيموتوا؟ ليه في موت؟ هم غلطوا وبيغلطوا
واخرجهم 6 اكتوبر غلط، وذهابهم الى التحرير واعلانهم عن ذلك قمه الغلط. لما اتناقشت مع حد قال لي انت كنت شايفهم بيهجموا ازاي؟ ما هم لو مسكوا حد ما شفتش الراجل اللي مسكوه سحلوه على الارض، ما هم لو مسكوا حد هيموتوه، فبتبقى حاله الرعب من الطرف الاخر هي اللي بتؤدي الى هذا العنف. برضو عايز اوصل لايه؟ عايز اوصل طيب احنا هنفضل كده؟ مصر عندها قوه كبرى من الشعب كانت مع ازاحه الاخوان، واتى حكم الان مؤقت بيدير البلاد مرحله انتقاليه، عنده خريطه طريق عشان البلد دي تبقى كويسه. لكن في نفس الوقت عندي قطاع من هذا الشعب تتفق تختلف معه، هو من هذا الشعب بينزل الشارع، عامل مشاكل في الجامعات، بيقطع طرق، في ناس بتموت. طرحت مبادرات للحل عديده ما كانتش بتلقى ترحيب، ومؤخرا كان في مبادره من الدكتور احمد كمال ابو المجد، اعتقد اتكلم عنها مع زميلتي نميس الحديدي امبارح، وبيقعد فيها الدكتور عمرو دراج والدكتور محمد علي بشر، وفيها كلام وفيها اوراق وحاجات هيبقى منها تخفيف القبضه الامنيه، الافراج عن بعضهم، الانسحاب، الاعتراف بخارطه الطريق، الاعتراف بان الجيش جيش وطني، وده كلام كويس. لكن لازم نسال نفسنا، انا ما بين رايين، رأي بيقول لك إن هذه جماعة إرهابية وإن الدولة عليها أن تكون لها قبضة حادة وقوية. حادة وقوية يعني إيه؟ اللي يطلع في مظاهرات تضربه، اللي يموت يموت، إنك تعمل عمليات اعتقالات شديدة، تعمل خطوات استباقية فتقبض على الناس، كل من له شبهة، كل من يقول لك أربعة رابعة، كل من يعمل مش عارف إيه، أقبض عليهم. فتقبض على طلاب مدارس، تقبض على طلاب جامعات، تقبض على ناس في الشارع. خلصت؟ لو قبضت على اللي انت بتشوفهم دول كلهم خلصت؟ كل واحد عنده 4 5 في عيلته، عملت مراره اكتر. طيب هنفضل البلد، اي ازمه في الدنيا واي ثوره في الدنيا، اذ واحنا بنتكلم عن الديمقراطيه والحريه، اذ لم يكن هناك حلول اقتصاديه وحل مشاكل الناس في الاكل وفي الصحه، الناس ده هيعجبها ثوره حتى لو كان جوز امهم هو قائد هذه الثورة، مش هيرتاحوا. أنا طول ما أنا تعبان، ما باكلش، ما بشربش، حياتي جحيم في الشارع، أنت بتضغط على الدولة، الدولة عايزة تحمي نفسها، فهتمارس عنف أكتر، فالعنف هيولد عنف. أنا عايز إيه؟ أنا مش عايز حاجة، أنا عايز أفكر إيه الحل؟ إذا كنت بأقر أن هناك شباب في الإخوان المسلمين اتغرس في دماغهم حاجات، وهذا قصور الدولة على مدى سنوات طويلة، تعاملوا مع جماعة سرية ما كانش فيه دعاة محترمين يعرفوا يكلموا الناس، ما كانش عندي معلم يعرف يعلم في الفصل كويس، ما كانش عندي إعلام يفسح الساحات ويخلي الناس تتناقش علشان يبقى عندي جيل فاهم يعرف يشغل دماغه ويقبل ويرفض. لما باجي أقول له ارفض دلوقتي أو أناقشه مش هيسمعني، هو رافضني. في نفس الوقت البديل اللي قصاده مش حلو قوي ومش هيبقى حلو. انتوا عارفين ليه؟ عشان مش عارف يشتغل، عشان ما هيجيش سياحه، عشان مش هتعرف تجيب مستثمرين، عشان مش هتعرف تعمل مشروعات، عشان الناس هتنزل الشارع تقعد بالخمس والست ساعات في كل مشوار، فانت مش هتحل. هو ايه الحل؟ انا بحط عقده ومش لاقي لها حل. لا الضرب والقتل حل، ولا الاعتقال والسجن والفكر الامني لوحده حل، ولا تصرفات الاخوان بطريقتهم هترجع محمد مرسي ولا هتخليهم يحكموا، وهبقى بحقق نظريه الاخ عاصم عبد الماجد عقبال ما يتم القبض عليه ان شاء الله، اللي كاتب على صفحته على الفيسبوك ان احنا بنهد الدوله، اللي بنضغط على الناس لحد ما تنهار فيطلعوا على الانقلابيين حسب تعبيره. هذا هو الفكر، انها تخرب مصر. طب اذا كنت انا اقصد ناس الرؤوس مجموعة ما بتفكرش في حاجة اسمها بلد ولا دولة ولا جيش ولا ان مصر تفضل سليمة ولا ان اضحي بنفسي، سيدنا علي لما قيل له ذلك قالوا له جلبت لنا العار، قال لهم العار ولا النار، اختيار ضميرك في الناس اللي بتدفع بهم للموت واختيار ضميرك في اظهار الحق والشفافية قدام الناس هما الحل. حاولت النهاردة نجيب مجموعة، حد من هنا وحد من هنا وطرف ثالث، ونطرح قول وجهة نظرك ممكن توصل لفين عشان ما تبقاش ممنوع من وجهة نظرك.
كان يجب أن يكون معي الأستاذ المحامي منتصر الزيات، ولكن بعد موافقته رفض، وبعد رفضه قال أطلع لوحدي، الظروف ما تسمحش. كلمنا حد من حزب الوطن، الدكتور يسري حماد، قال لك لا انتوا اللي ولعتوا الدنيا، مش انتوا البرنامج ولكن كل القنوات، وظروف لا تسمح، وانا مش هطلع. رافضين يتكلموا. الطرف الاخر في ناس قبل انها تطلع تتكلم، لكن في النهايه طب هنطرح وجهات النظر ازاي؟ فحولنا الحلقه اليوم الى حوار هيحضر فيه مجموعه من الضيوف. هيكون معايا الدكتور حسن وجيه، استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره واستاذ تفاوض. ازاي في مثل هذه الازمات يمكن ان تتعامل؟ وانا مش بتكلم على قوتين متكافئتين ولا قوتين متساويتين، انا بتكلم من ارضيه الوطن، انا حرصي على هذا الوطن، على المواطن. هيكون معايا الدكتور عمار علي حسن، استاذ علوم سياسيه خبير في الحركات الاسلاميه. هيكون معايا الدكتور مصطفى كامل السيد، استاذ العلوم السياسيه، اللي ليه رؤيه في ان الحل الامني عمره ما بيحل مشكله. هيكون معايا الدكتور مصطفى النجار، برلماني السابق ومؤسس حزب العدل. هو مصطفى النجار، مصطفى النجار كان عنده تحولات في حياته، كان في جماعة الإخوان المسلمين، كان واحد من الناس الذين بشروا بالدكتور البرادع وقادوا حركة ثورة 25 يناير. مصطفى النجار الذي لقى ما لاقى عندما ترشح في دائرة مصر الجديدة من الإخوان واتهموه بالكفر والزندقة. مصطفى كان ضد حكم الإخوان بمساوئهم وكان بينتقد هذا. مصطفى لا يعجبه الأداء الآن في التعامل مع الأزمة ومع الإخوان المسلمين. فاحنا بنطلع على بعض نقطع بعض بدون ما نسمع. النهاردة حلقة سمع، هنسمع علشان مصر، انحيازنا للوطن اللي مش فاهم نقرر نتعامل معاه ازاي، الارهابي نتعامل معاه ازاي، المظلوم نتعامل معاه ازاي، ازاي الحقائق تبقى باينة في مجتمع من 25 يناير حتى الان مفيش حقيقة واحدة واضحة. هو كان المجلس العسكري وطني وبطل، ولا كان في ناس غير مخلصين وباعوا القضية؟ هو المجلس العسكري ضحى بنفسه علشان يحمي هذا الوطن من بطش الإخوان وتفجيره، ولا كانوا باصين واتضحك عليهم والإخوان قدروا يخدعوه؟ حد فاهم حاجة؟ محدش فاكر حاجة. اللي موت الناس في 25 يناير الشرطة ولا الإخوان المسلمين ولا بتوع حماس؟ محدش عارف. اللي ماتوا في ربعة واللي ماتوا في النهضة، اللي قتل أولادنا في سينا، اللي بيقتل جنودنا كل يوم، دول إخوان مسلمين ولا جماعات إرهابية بترعاها دول تانية؟ محدش عارف. إيه الحقائق؟ الشباب الثوري هم عملاء وقبضوا من بره زي ما قال عنهم المجلس العسكري قبل كده، ولا كل الكلام ده كذب بدليل إن مفيش واحد اتقدم عليه ورقة ومحاكمة واحدة؟ كل شيء في هذا البلد غامض، وكل ما تحصل ثورة نقول حلو، هيجي اللي بعديها يفهم الليلة ويشكل لجان ومحاكم استثنائية خاصة، وفي شفافية للناس كلها، وتكون هناك لجان لإعلان الحقيقة والمصارحة. لا يحدث شيء، كل اللي بيجي بيركب البطة ويمشي تاتا تاتا لحد ما تحصل ثورة جديدة. هو احنا هنقضيها ثورات؟ احنا مش هنشتغل؟ احنا مش هنعيش؟ الغلابه اللي بيموتوا هنسيبهم؟ انتوا اللي هتجاوبوا مع ضيوفي الاعزاء. بعد الفاصل لدي العديد من الاخبار، نلتقي بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى. ما زالت الامور على ابواب التحرير ومشارف التحرير مشتعلة، ولدي سؤال. اذا كان شباب مزبيرو اعلنوا انهم مش هينزلوا في مظاهرات احتراما لظروف مصر، مين اللي مصر يدخل التحرير؟ طيب لو ناس خارجين على المجموع وقرروا انهم عايزين يحيوا الذكرى دي بشكل مختلف، الطبيعي والمنطقي ان يروح مزبيرو، اروح عند الحتة اللي سال فيها دم اخواتي وقف، وانا ما بقول لهمش روحوا في وضع بلد زي دي، ما بقولش روحوا، لكن انا بسأل مين اللي عايز يروح التحرير. التحرير يا جماعة الان منطقة حساسة، الاخوان المسلمين،
عايزين يروحوا التحرير يوم الجمعة وبيعلنوها حرب. بعض القيادات بتاعتهم ما عندهمش مانع ان ناس كتير تموت، عارفين ان ده مش هيحرك حاجة على الارض. هما بيلعبوا على ايه؟ على فكرة زيادة حالة التوتر والاحتقان، صناعة ازمات اكتر، تأثير دولي. المصريين يموتوا بقى، ما يموتوش، يبقى الجيش شكله وحش، يا ريت، عز الطلب الشرطة شكلها وحش، يا سلام، ده يوم المنى. التحرير منطقة اليومين دول حساسة، بلاش نروح التحرير، مفيش معنى بتوع مزبيرو انهم يروحوا التحرير. طيب معايا ماركو عادل، احد مصابي من مزبيرو، منسق عام حركة مزبيرو، مش كده؟ مساء الخير يا استاذ ماركو. مساء الخير يا استاذ خيري، اهلا بيك. انا اسمي ماركو سامي. ماركو سامي، انا اسف. ماركو، انت ايه علاقتك بحركة مزبيرو او ضحايا مزبيرو؟ هو حضرتك، انا منسق ائتلاف مصابي مزبيرو. تمام. النهاردة احنا كنا داعيين للصلاة في الكنائس لإحياء الذكرى. تمام. ما فيش علاقة بين أسر الشهداء ولا مصابي مزبيرو بالناس اللي في التحرير حاليا. طب انت عارف دول مين؟ يعني عارف انهم بينتموا اليكو، بينتموا الى الاخوة المسيحيين والمتعاطفين معهم، ولا هو ممكن يكونوا ناس مسيحية عادية عايزة تحيي الذكرى. ايه علاقة التحرير بإحياء الذكرى؟ لا، هو حضرتك في دعوة كتير نزلت على الفيس من صفحات حاطة صورة المسيح ومسبير وكلام من دوت، بس هم مش تابعين دينا خالص، فممكن يكون هم تبعهم. نعم. وفي نفس الوقت اتحاد شباب مزبيرو نفسه اعلن ان هو هيعمل الذكرى في كنيسه سمعان الخراز. نعم. فاللي في التحرير حاليا لا يمت ولا مبتله. طيب خليك معايا، معلش يا استاذ ماركو هسمعك بما انك منسق مصاب ائتلاف مزبيرو. معايا كمان دكتور انطوان عادل، المتحدث الرسمي باسم حركه مزبيرو. مساء الخير يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك. دكتور انطوان، هل الحركه النهارده داعيه لاي تظاهره في ميدان التحرير؟ اطلاقا يا فندم، احنا كل كده دعينا ليحيى ذكرى شهداء مزبيرو في دير سمعان الخراز في المقدم، واعلنا دوت في كثير من الجرائد وفي وسائل الاعلام والبريء، يعني في مواقع الكترونيه كتير جدا. وبالفعل النهارده تمت الامسيه احياء ذكرى شباب مزبيرو، بدأت الساعة 6 وانتهت الساعة 9، والحمد لله تمت بسلام، وحضر فيها بعض الشخصيات العامة. احنا ما كناش بالفعل ممثلين زي ما قال الأستاذ مصطفى في أحداث مزبيرو أو في دخول التحرير على الإطلاق يعني. نعم، هل لديك عملت أي اتصالات علشان تفهم من موجود في ميدان التحرير منكم أو ينتمي إليكم أو قريب منكم؟ عذرا ما سمعتش السؤال. هل حضرتك اجريت اي اتصالات، عرفت مين هم اللي عايزين يروحوا التحرير او يدخلوا التحرير الان وبيشتبكوا مع الامن؟ هو النهارده الصبح كان عندي علم بان هناك بعض الحركات الثوريه بدات للتنسيق في احياء ذكرى محمد محمود وشهداء مزبيرو قدام مبنى الاذاعه والتلفزيون، ولكن انا ما عنديش خلفيه. يعني تقريبا كل اعضاء الاتحاد، سواء اتحاد شباب مزبيرو او مؤسسه شباب مزبيرو، اللي كلهم يعني ما كانوا متواجدين النهارده في دير سمعان الخراز، وما كانش فينا اي حد متواجد في قدام مبنى الاذاعه والتلفزيون او في التحرير. نعم، بشكرك جدا دكتور انطوان عادل. معايا زميلي الاستاذ احمد غنيم، مراسل جريده الوطن من ميدان التحرير. مساء الخير يا استاذ احمد. مساء الخير. ممكن توصف لي وايه اللي بيحصل عندك بالظبط؟ خلينا ناخد بس الموضوع من بدايته. اللي كان النهارده في القوه السياسيه دعت لوقفه تأدينيه لشهداء احداث مسيرو في الذكرى الثانيه للاحداث امام مبنى الاذاعه والتلفزيون. الوقفه كان مقرر ليها من الساعه 5 حتى السابعه مساء، عقب انتهاء السابعه مساء قرر عدد من المتواجدين ان هم ينظموا مسيره من مبنى مسيرو باتجاه ميدان التحرير. نعم. وفي طريق ميدان التحرير قوات الامن المركزي اغلقت بشكل كامل الميدان امام المسيره من ناحيه المسجد المصري، دفع بتشكيلات الامن المركزي وعدد من المدرعات واغلقت الميدان واقالت لمنظمين المسيره انه ممنوع تواجد اي مسيرات داخل الميدان لاعتبارات امنيه. نعم. فتوقفت المسيره امام الكردون، حدثت مناوشات بين المتظاهرين وقوات الامن بسبب اصرار المتظاهرين على المرور داخل المسير داخل الميدان اقصد. طبعا تخللها، طبعا تخلل التفات مضاد وزاره الداخليه وخدمات ضد مشير طنطاوي رئيس مجلس رئيس المجلس الاعلى للقانون صلاح الصادق باعتباره مسؤول عن
من وجهه نظرهم حزام واثق وعن نجاح نفسيره. نعم. في هذه الاثناء جاء قائد من قوات الامن المركزي وقال لمتظاهرين انه يمنحهم 10 دقائق لفض تظاهره لرغبته في اعاده فتح المدينه مره اخرى حركه مروريه. بعد انتهاء مده 10 دقائق نشبت الاشتباكات بين قوات الامن والمتظاهرين. شكل الاشتباكات دي ايه؟ يعني في هل بيرموا طوب حجاره؟ ما لاحظتوا ان قوات الامن بعد انتهاء مده 10 دقائق قامت باطلاق القنابل المسيله للدموع لتفريق وابعاد المتظاهرين عن محيط ميدان التحرير لعادة فتحه، ثم بعد ذلك تطورت الاشتباكات لحاله من الكره الحر بين المتظاهرين وقوات الامن في الشوارع المحيطه بميدان التحرير زي شوارع شامبليون ومحمود بسيوني وطلعت خطر. هل في اصابات يا استاذ احمد؟ لم الحظ اصابات، لكن شهود عيان تحدثوا عن وجود عدد من المقبوض عليهم من ضمن المتظاهرين. بشكرك جدا زميلي احمد غنيم مراسل جريده الوطن المتواجد حاليا على مشارف ميدان التحرير. اعود مره اخرى الى الاستاذ ماركو سامي المتحدث منسق مصابي ائتلاف ماسبيرو. اهلا استاذ ماركو، انا اسف. الله ولا يهمك. طيب في الذكرى الثانيه ماذا تريد ان تقول يا استاذ ماركو؟ هو انا بقول في الذكرى الثانيه لاحداث ماسبيرو بخصوص مصابي ماسبيرو، بس مش مصابي ماسبيرو بس، مصابي الثوره عامه. تجاهل الحكومة التام لمصابين الثورة، عدم إقالة المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، والإبقاء على خالد بدوي التابع لحزب الحرية والعدالة حتى الآن. نعم. رغم هيكلة معظم المجالس القومية. ثاني حاجة أستاذ خيري، في الأستاذ أحمد المسلمين الكبير عمل لقاءات مع جميع الحركات الثورية وعمل لقاءات مع جميع الأحزاب، وما فكرش ان هو يقعد مع المصابين رغم ان عددهم 8760 مصاب، يعني المفروض ان هم قوة مش قلة. تمام. رسالتك وصلت للأستاذ أحمد المسلماني، اتفضل. ثالث حاجة، إهمال الحكومة للمصابين من الرعاية، من الكارنيهات المضروبة اللي هم مديهالنا دي، ان بيقول لك استخدمها بدل البطاقة لأنها حاملة رقم البطاقة. نعم. مع ذلك محدش بيعترف بيها نهائي، بيقولوا اركبوا بيها المواصلات، مفيش ولا مواصله ترضى تركبهم المصابين غير مترو الانفاق، ولو واحد وحش واقف على مترو الانفاق ما بيقدرش يعديه كمان. غير كل ده، في المصابين اللي لسه في المستشفيات لحد دلوقتي، في مصابين كتير قوي اتطردت بره المستشفيات، وفي مصابين لحد دلوقتي في غيبوبه من 25 يناير لحد الان. حتى الان. طيب استاذ ماركو، انا بحط حزمه ما طرحته على مائده السيد. هو في حاجه اخيره لو تسمح لي اقولها. اتفضل. بالنسبه للمعاشات اللي نزلت لمصاب الثوره، كل اللي خدوهم 362 مصاب. معظم المصابين دي عندهم عجز فوق ال 50%. نعم. راحت عشان تعمل قروض من بنك ناصر عشان يقدروا يعيشوا، لان مش هينفع واحد يكون عنده ولدين او ثلاثه او اربعه ويعيش ب 900 جنيه ولا ب 1000 جنيه في الشهر. عملوا راح عشان يعملوا قروض من بنك مصر، لانهم بيرفضوا، لان المعاش اللي طلع لهم معاش استثنائي وممكن لغيه. يعني مش معاش دائم، مفيش قانون لحصر. هو المفروض انه معاش دائم. مفروض. بما اني رئيس الائتلاف توجهت مع المصابين اللي عايزه تاخد قروض لوزاره التامينات، قالوا لنا لا، المعاش ده بقرار جمهوري وثاري. رحنا بنك مصر قالوا لا ما ينفعش. رحنا نقابل السيد احمد البرعي، وللاسف لحد دلوقتي بقالنا شهرين مفيش ميعاد عايز يتحدد، والمصابين كانهم لم يكن. ومش عايز اقول لحضرتك ان في مصابين كتير من مصابي الثوره عددهم 37 واحد عملوا هجره لالمانيا وتنازلوا عن الجنسيه المصريه، وفي مصابين بتفكر دلوقتي برضه في الهجره واحنا بنمنعهم باي طريقه. فتجاهل الحكومه للمصابين بالطريقه دي هيؤدي لعواقب كبيره بالنسبه للمصابين. اوكي يا استاذ ماركو سامي، منسق مصابي ائتلاف ماسبيرو، الازمه والمشكله قدام السيد الدكتور احمد البرعي والسيد الدكتور حازم ببلاوي رئيس الوزراء، مشاكل صغيره يمكن انها تكبر وتبقى ازمات وممكن تتحل. خليني اقول لكم بسرعه عشان استقبل ضيوفي، ان محكمه استئناف القاهره برئاسه المستشار نبيل صليب حددت جلسه 4 نوفمبر المقبل لعقد اولى جلسات محاكمه الرئيس السابق محمد مرسي وثلاثه من مساعديه وعدد من قيادات الجماعه المحظوره امام الدائره 23 جنايات القاهره. هتبقى فين المحاكمه؟ هتبقى زي مبارك متشافه وسهله كده، ولا هيخلوها في مكان اخر؟ في كلام انها تكون في منطقه خاصه في الامن المركزي، في منطقه بعيده
علشان يتم السيطرة على الموقف، علشان يدخلوا القفص ويشوفوه. ده البيان بتاع ده البيان بتاع إحالة المحاكمة اللي فيها محمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم، وجدي غنيم الهارب خارج مصر، وأسعد الشيخة وأيمن هدهد وجمال صابر. جمال صابر محبوس على ذمة قضية قتل، ومجموعة وسبع متهمين آخرين. أخيرا دي الاتهامات قتل حسين محمد أبو ضيف واثنين آخرين عمدا، ده كله في أحداث الاتحادية، القبض على عدد 60 شخصا وحجزهم داخل مقر الاتحادية وتعذيبهم بتعذيبات بدنية وإحداث إصابات بهم. احنا عارفين ان عقوبة هذه الاتهامات تصل الى الاشغال الشاقة المؤبدة 25 سنة، وتصل الى الاعدام ايضا. طيب جماعة انصار بيت المقدس، انتوا فاكرين هذه الجماعة؟ دي جماعة ارهابية موجودة في شمال سيناء، اعلنت انها المسؤولة عن حادث تفجير مديرية امن جنوب سيناء التي تقع في الطور. الناس تصورت لما بنقول مديرية امن جنوب سيناء في شرم الشيخ فهتأثر على الناس، السياح كانوا موجودين، الحياة كانت كويسة، ما كانش في مشكلة، لكن كان في اسئلة حوالين الاجراءات الامنية، ان في حد يقدر يدخل مديرية ويفجرها. تبين ان في شخص عملية انتحارية فخخ العربية واقتحم فيها قوة التفجير اللي كانت فيها تعادل قوة التفجير اللي ضربت عربية وزير الداخلية 3 مرات، لو اقتربت من المديرية كانت على مسافة 30 متر، لو كانت أقرب كانت فجرت المديرية بالكامل، جابتها أرضا. الجماعة قالت إن العملية تمت عبر انتحاري، تجاوز بسياراته المفخخة 3 حواجز أمنية ثم فجر نفسه أسفل مبنى مديرية الأمن في جنوب سيناء. وقالوا إن احنا بنستهدف الشرطة التي تحارب دين الله وتنتهك الأعراض. عايز أعرف أنهي دين ده؟ أنا ما أعرفش إن في دين سماوي بيقول لك اقتل واقتل مواطنين واقتل بشر ما لهمش ذنب في حاجة. في مواطنين ومدنيين، واحد مدني مات، أنت بتقتل مين؟ انت عايز تقتل مين؟ والشرطة علشان بتحمي البلد بينفذوا قانون، انت الذي تحدد من يؤمن بالله ومن لا يؤمن بالله. طيب احنا عارفين ان الحادثة دي استشهد فيها 4 واصيب 50 شخص، عشان كده كان زيارة السيد وزير الداخلية النهاردة لشمال سيناء زيارة مهمة ومفاجأة، قام بنفسه وتوجه هو ووزير السياحة السيد هشام زعزوع، وقابلوا السياح وقابلوا البدو هناك وقعدوا معاهم، وعندنا تسجيل خاص لCBC مع السيد وزير الداخلية من شرم الشيخ في رسالة طمأنة بيقول أنا مش خايف، أنا رايح للمنطقة اللي حصل فيها تفجيرات، إحنا هناخد بالنا، هناخد بالنا لان احنا ما خدناش بالنا. نشوف هذا التسجيل ونعود مره اخرى. انا حرصت ان انا بمجرد بعد الواقع مباشره ان انا اتواجد هنا عشان ارسل رساله اطمئنان للشعب المصري ولجميع شعوب العالم اللي بتقتات شرم الشيخ، ان شرم الشيخ امنه وان شرم الشيخ بعيده عن الحدث اللي حدث دوت، ونعيد التفعيل بتاع الإجراءات الأمنية اللي موجودة، وإذا كان نقف على مدى فعاليتها وإذا كان ممكن نضيف جديد. والحمد لله أثمرت في اللقاء مع قيادات المديرية وتم تعزيز الخدمات، وبطمن الجميع أن الإجراءات الأمنية في شرم بإذن الله على أعلى مستوى. يعني بالنسبه لهذا الحادث، يعني كنا نعلم ان هو كان حادث انتحاري، يعني ما هي الخطه او الجهود المبذوله يعني قد تقوم بها الوزاره او تقوم بها وزاره الداخليه بالتعاون مع الاجهزه الامنيه في جنوب سيناء؟ لا يعني هو بس انا عايز اوضح حاجه، ان الحادث التفجير الانتحاري يعني حته ان انت تمنعه ديت صعبه شويه على مستوى العالم. فيعني هي حادثه، هو يعني ركب عربية وفجر نفسه جواها ودخل على المديرية. طبعا احنا في اجراءات عملناها بالنسبة للمدقات وبالنسبة للاجراءات الامنية اللي حوالين المديرية، ويعني الامور هتبقى ضيقة كويسة باذن الله. ما درى في هذا اللقاء اليوم يعني الذي جمع حضرتك وضباط الشرطة في جنوب سيناء وكذلك بدو سيناء؟ احنا بالنسبة للضباط طبعا استعرضت معاهم المرحلة اللي احنا بنعيشها، وان احنا دلوقتي حاليا في حرب
تعتبر حرب بالنسبه للعمليات الارهابيه اللي موجوده. طلبت منهم ان هم جميعا يحاولوا ان هم يبقوا على شده يقظه، ان الجميع يحاول ان هو يامن نفسه في وقوف الامن الشخصي، بالاضافه الى استنفار امني شديد في الشرم من اجل تحقيق الامن في بالنسبه للمشايخ انا تواجدت معاهم واستمعت لبعض المطالب منهم وتم تلبيتها. بالنسبه لل يعني حسيتهم برضك ان دي شرم تعتبر بلدهم، المورد بتاعهم مورد جزئهم من هنا، وبالتالي يجب ان هو يتعاون مع الشرطه في تحقيق الامن او اعلى معدلات الامان والامن في شرم. الاخير يعني كنت كان هناك تصريحات اعلاميه لحضرتك خلال يعني منذ ايام عن الكشف عن البناء الذين كانوا يقومون بمحاوله اغتيال حضرتك، يعني هل تم الكشف عنهم؟ هو يعني احنا ظبطنا في الفتره اللي فاتت عديد من الخلايا الارهابيه واللي كانت بتعد لعمل اعمال عدائيه اثناء احتفالات 6 اكتوبر، وتم احباط كل المخططات. بالنسبه للمحاوله بتاعه اغتيالي بالفعل احنا حددنا شخصيه الشخص الانتحاري اللي كان موجود في السياره، وبس في طبعا احنا في بعض يعني في بتبقى دوائر مخططه ودوائر اتصال ودوائر منفذه، احنا وقفنا على غالبيه تلك العناصر، انما يعني لمصلحه التحقيق ولمصلحه ضبط باقي العناصر ما ينفعش ان احنا نعلن دلوقتي. فباذن الله خلال يعني اسابيع باذن الله يكون اعلان تام عن انما احنا الحمد لله حطينا ايدينا على كافه الخيوط وكافه العناصر اللي قامت بالعمل. دي كانت كلمات السيد وزير الداخلية في لقاء مع مراسل سي بي سي في شرم الشيخ. في الوقت اللي كان فيه السيد وزير الداخلية في شرم الشيخ، وأتمنى يكون رجع بالسلامة، كانت هناك عمليات إرهابية تتم، أنباء عن إطلاق نيران على إذاعة شمال سيناء، عملية تفجير بإلقاء قنبلة على سيارة مساعد قائد الجيش الثالث الميداني اللواء سيد عبد الكريم، والحمد لله ربنا نجاه، وأصيب 3 جنود بعد كانوا في منطقة الحسنة بوسط سيناء كان بيتفقد جنود الجيش التالي. احنا دخلنا حزام في بعض المناطق، حزام إرهابي زي كتائب مش كتائب القسام بقى، الفرقان. كتائب الفرقان اللي أطلقت النيران، وكتائب الفرقان دي يعني جماعة إرهابية من طراز فريد، من طراز نادر، قتلة بدأوا من مالي، لهم عمليات في الجزائر، لهم عمليات في العراق، هم استشهاديين يعتقدون عن جهل شديد، لأنهم لم يتعلموا ما هو الدين وما هو الإسلام، إن اللي بيفعلوه هو الإسلام، وشايفين إن إحنا اللي يجب قتلنا، فإحنا دورنا جاي طول الوقت من كل الأطراف، في حين ان احنا هنفضل نؤدي دورنا. احنا بنحب بلدنا، بنحب البلد دي، ملناش بلد تانية، وحنموت علشان البلد دي تفضل كويس، وحنناقش وبصراحة بعد شوية ازاي البلد دي تبقى كويسة، وازاي نبقى مع مصر مش مع فصيل، وازاي اللي فاهم غلط يفهم صح، وازاي تعرف تجيبه تاني، وازاي نوقف نزيف الدم، الدم الحرام في الاشهر الحرم. حرام الناس النهاردة عند سيدنا النبي وفي الكعبة الشريفة وبيلفوا، والحج بعد أيام وعدنا بعد أيام، فحرام عليكم يعني. طب بصوا لها من منظور ديني شوية، فقولوا ده رسولنا مفيش حرب، مفيش دم مع عدو كافر، مش مع أخ مسلم يا مسلمين. طيب النهاردة الرئيس عدلي منصور أصدر قرارا جمهوريا رقم 621 لسنة 2013 بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في مواد 9 و 12 و 24 من القانون رقم 87 لسنة 60 في شأن التعبئة العامة لمدة سنة اعتبارا من أول نوفمبر 2013.
القرار البعض قال لك هذا قرار قديم بيتجدد كل سنة، والرئيس السابق محمد مرسي أصدر مثل هذا القرار وقبل مرور السنة. البعض قال لك لا ده قرار تعبئة بيدي وزير الدفاع المسؤولية علشان يقوم بعملية التعبئة والاستعداد لأننا في حالة حرب، فبيديله هذا التفويض. خلوني أفهم وتأكد، هو قرار إجرائي شكلي ولا قرار مقصود؟ ما هو لو قرار إجرائي شكلي رئيس الجمهورية يستطيع أن يعلن حالة التعبئة، إلا إذا كان هناك نص بيقول إن حالة التعبئة يعلنها وزير الدفاع. قرار خاص معناه إن مصر قررت إنها تخوض حرب إرهاب ضد الإرهاب خلال هذا العام. الخبير الأمني المعروف السيد اللواء سامح سيف اليزل، أهلا وسهلا. أهلا بخير، كل سنة حضرتك طيب. أنت طيب يا فندم، متشكر. سيادة اللواء، القرار النهاردة ده قرار إجرائي ولا قرار له هدف؟ إجرائي روتيني بحث بدأ سنة 2002 ولم يحدث أن تم إعلان حالة الطوارئ من 2002، وفي كل سنة قبل نهاية أكتوبر بيتم التجديد بنفس الشكل دون تغيير، ومن 2002 لغاية النهاردة لم يتم إعلان حالة الطوارئ، يعني وزير الدفاع لم يستغل هذا الوضع. لكن في سنة 92 ده اللي حصل بالفعل، ان تم اعلان حالة الطوارئ بعد زلزال الشهير. يمكن انا قلت 12 اخبار خمسة انما ما حصلش ان تم اعلان حالة الطوارئ، لكن انا بصحح دلوقتي بقول ان اعلان حالة الطوارئ تم مرة واحدة بعد حرب 73 في سنة 92 بعد الزلزال الشهير بتاع مصر. نعم، يعني انا مش فاهم حالة الطوارئ، احنا بقالنا حاجة و30 سنة في حالة الطوارئ. انا حالة الطوارئ لا 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 أيوة. لا لا حالة لا الطوارئ لا العسكرية لا 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 دي حاجه ودي حاجه. ايوه لا في تعبئه عامه، اللي اتحصل النهارده ده تعبئه عامه مش حاله طوارئ. كويس، في قانون طوارئ ده موجود طول عمره وهو ساري زي قانون العقوبات كده. تمام، وحاله الطوارئ بتفرضها على قانون الطوارئ، وده تمام. اللي احنا مش ماشيين فيه الشهرين اللي اتجددوا. اما ما تم اليوم هي التعبئه العامه. التعبئه العامه بالبلدي كده معناها ايه برضو عشان الناس تبقى عارفه؟ تمام، ان استغلال او انك تستغل البعض الثلاث حاجات الاساسيه في الحياه المدنيه اللي هي الافراد. انت مثلا عايز مثلا 500 600 دكتور، فتاخد 600 دكتور من المدنيين وتوديهم الجيش علشان يبقى في حاله التعبئه العامه ان هم يشتغلوا في المجهود الحربي او المجهود الخاص بالدوله. نعم. وتاني حاجه هي المعدات، يعني مثلا لواري نقل تقيل، جرارات، تراكتورات، وناش تقدر تاخدها وتشتغل بيها في المجهود الحربي للجيش. الحاجة الثالثة هي المنشآت، مستشفيات، مصانع معينة، مخازن معينة، فتقدر تاخدها في حالة بتحل التعبئة العامة وتشغلها للمجهود الحربي. لكن يعني ايه التعبئة العامة تعلن امتى؟ ايضا في عدة قانون واضح فيها، القانون بيقول ان هو اما في حالة الحرب يما في حاله الازمات والكوارث والاوبئه، ادي الاربع حاجات مفيش حاجه خمسه. نعم. يبقى في حاله حرب او الازمات او الكوارث او التعبئه، عشان كده سنه 92 لما حصل كوارث والزلزال ده يعتبر كارثه تم اعلان حاله التعبئه. غير كده لا يصح ان وزير الدفاع ولا رئيس الدوله حتى ان يعلن حاله التعبئه العامه الا في الحاجات دي بنص قانون. نعم، اشكرك جدا السيد اللواء سامح سيف اليزل الخبير الامني المعروف. الدكتور احمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي، مفيش جمعيه اخوان المسلمين النهارده وقع على قرار حل الجمعيه رسميا اليوم تنفيذا لحكم محكمه القاهره للامور المستعجله بحظر انشطه جماعه وجمعيه الاخوان المسلمين، خلاص يك لحد ما يصدر حكم قضائي آخر. وضع كافة أموال جمعية الإخوان تحت تصرف اللجنة، ريت رقمين، إن لقوا كل ما تمتلكه الجمعية 60,000 و70,000. عمر ما كان جماعة الإخوان دول اتحطوا شكلا لما أعلنوا إنهم هيعملوا جمعية شكلا، لكن فلوس الجماعة لا حد عارفها ولا حد هيعرفها حتى هذه اللحظة. لجنة صياغة الدستور انتهت من 150 مادة من الدستور حتى الآن، أما المواد الخاصة بالهوية فما زالت تحمل النقاش. عندنا مجموعة من المشكلات غير الهوية والمادة الثالثة ومصر دولة إسلامية ولا دولة مدنية ولا دولة فرعونية
والمادة الثالثة في الدستور والمادة 219 قديمة في الدستور السابق، هتفضل في مجموعة من المشكلات هنتناقش فيها وهتاخد وقت. احنا هنتناقش في الدستور بس لما المقررين ينتهوا من المواد ويضعوها. عندنا مشكلة العمال والفلاحين 50%، عندنا الإبقاء على مجلس الشورى أو حله، عندنا كوتة المرأة، في كوتة ولا لا في الوقت اللي هتعمل كوتة المرأة؟ هتشيل العمال والفلاحين؟ طب هل يمكن انهم يبقوا 25%؟ هل يمكن ان يكون هناك في المواد المؤقته في المرحله مواد انتقاليه في الدستور تحل هذه المشكلات؟ هنشوف الايام اللي جايه هتكشف لنا عن ده. النهارده اللواء البرديسي قال تصريحات، اللواء حسن البرديسي مساعد وزير الداخليه للاداره العامه لمرور القاهره، قال تصريحات يعني دايما اقرا مصر بتخسر كذا من البيئة، مصر بتخسر كذا من السجاير، مصر عندها كذا، مصر بتخسر 12 مليار جنيه بس بسبب المرور في مصر في القاهرة مش في حتة تانية. شيء يبدو غريب جدا. قال ان القاهرة فيها كثافة سكانية عالية جدا، بيمشي فيها كام؟ 1,800,000 سيارة يوميا. قال لك عندي عجز في اماكن انتظار السيارات 600,000 مكان، 600,000 مكان. بصوا خلونا بدل ما انا اقعد اقول لكم الارقام نسمعها من صاحب الارقام وما وراء هذه الارقام، السيد اللواء حسن البرديسي مساعد اول وزير الداخليه لمرور القاهره. مساء الخير سياده اللواء. مساء الخير يا استاذ خير. اهلا حسن بيه. انا بس بوضح لحضرتك اول، بس انا لسه مش مساعد اول ولا حاجه ولا مساعد، انا مدير مرور القاهره فقط. شخصيا مساعد؟ مش بتساعد الوزير يا فندم؟ مش بتساعد الوزاره؟ مديرنا بتساعد. على العموم احنا اعتدنا دائما ان يعني مدير الادارات ومدير الامن بيكونوا بدرجه مساعده، الا ما تفرقش الدرجات يا سياده اللواء. ربنا يخليك. سياده اللواء حضرتك بتقول ارقام النهارده، الارقام دي مبنيه على ايه؟ احنا ارقامنا موثقه يا استاذ خيري. ايوه مبنيه على ايه؟ دراسات يعني قمتوا بيها؟ اه طبعا. الخسائر دي متمثله في ايه؟ ال 12 مليار جنيه سنويا دي متمثله حضرتك في انا هنحسبها معاك حسبه بسيطه عشان نوصل الفكره للمواطن البسيط. طيب احنا عندنا في القاهرة 1,800,000 عربية، تمام، وحضرتك احنا عندنا ازمة مرور كبيرة. لو الازمة دي تسببت لكل واحد بس في تأخير ساعة واحدة، والساعة بتاعت المصري دي ساعة بلا قيمة هنخليها ب 10 جنيه بس، يعني عندنا 18 مليون جنيه خساير نتيجة الازمة، مضاف ليهم على طول تلقائي 18 مليون جنيه تاني زيهم خساير للوقود المستهلك دون طائل ودون فائدة. يعني عندنا في اليوم في القاهرة لوحدها في 36 مليون جنيه كل يوم بنخسرهم نتيجة أزمة المرور. وعلى فكرة الرقم ده مش شامل حاجات تانية مهمة، مش شامل الخسائر في الصحة، مش شامل الخسائر في البيئة، مش شامل الخسائر في الأرواح، في الاستثمار، في كل النواحي الأخرى من الحياة اللي احنا بنخسر بيها كل يوم حاجات مش محسوبة. يعني احنا لو قدرنا نقدر خسائرنا في الاستثمار نتيجة أزمة المرور كل يوم هنلاقي رقم أكبر من كده بكتير. كذلك بالنسبة للصحة، الناس اللي بتصاب بأزمات، الناس اللي بتصاب بتتلوث بازمات ربويه وفي ادويه وفي مستشفيات وفي علاج، الرقم الحقيقي اكبر من كده بكتير. احنا بس بنقول ان هو الرقم ده في الاخر هيوصلنا ان احنا بنخسر في السنه حوالي القاهره لوحدها حوالي 12 مليار جنيه، وده رقم حضرتك مدقق ومظبوط. بالنسبه للموضوع ان احنا عندنا يعني ازمه في الدرجات، وده من اهم اسباب الازمه في ازمه المرور في القاهره او في مصر عموما، ان الفساد اللي حصل في العهود الماضيه اللي سمح بتجاوز ارتفاعات العمارات من 4 أدوار ل 12 دور، واللي سمح باستغلال الجراشات وتحويلها لمخازن ومحلات، ادى لتكدس السيارات في الشوارع، واصبحت عندنا الشارع كله عباره عن جراش مفتوح. في دراسه يعني مدققه للاستاذ الدكتور اسامه عقيل سيادته قال ان احنا عندنا عجز نتيجه الدراسه 600,000 مكان في القاهره لوحدها. طيب سياده اللواء حضرتك بتتكلم في الدراسه دي برضه خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظه القاهره، حضرتك قلت ان اتمسك 12,000 موتوسيكل بدون لوحات. احنا بدانا الحمله طبعا في يعني اتفضل سيد. بس يا فندم ده سؤالي. السؤال حضرتك احنا طبعا الموتوسيكلات اللي بدون لوحات اللي موجوده في انحاء القاهره، يعني بس انا بقول على القاهره بتكلم على القاهره، اعداد لا حصر لها. الحقيقه ان احنا يعني اللي بتستخدم الموتوسيكلات استخدام سيء، ويمكن كل احداث كثيره من الاحداث الارهابيه او الاحداث الجنائيه بيكون وراها ناس استخدموا الموتوسيكلات. ويمكن لو حضرتك كنت بتلاحظ اعمال العنف اللي كانت بتتم اثناء المظاهرات والكلام ده، كان في الغالب بيغلب عليها كلها
استخدام وسيله مهمه جدا للنقل اللي هو الموتوسيكل. احنا عملنا حمله في خلال السنه اللي فاتت او على مدى السنه اللي فاتت، الحملات اللي تمت يعني نتج عنها ان احنا ظبطنا 12,000 موتوسيكل كان بيسير بدون لوحات. القصه بتاعت الموتوسيكلات بدون لوحات احنا يعني هنقدر يعني نقدر نقول للناس ان احنا ممكن نقضي على الظاهره تماما، لكن بتقف قدامنا مجموعه من المعوقات. اول حاجه ان احنا بنفتقد لمكان نقوي فيه الموتوسيكلات دي لو في حاله ظبطها يكون مؤمن ونعرف ناخد معاهم الاجراءات القانونيه فيه. طب ال 12,000 دول مسروقين ولا ناس شارياهم وماشيه بهم بدون ترخيص؟ لا حضرتك، دول كانوا يعني ما بين موتوسيكلات ماشيه من غير ترخيص وحاجات مسروقه. المسروق دلوقتي موجود عندنا في الاداره اعداد منه كبيره جدا، ما تقدمش اي حد لاتخاذ الاجراء القانوني لترخيصه بعد ظبطه. ده معناه ان الموتوسيكل اللي اتظبط مسروق، ما ظهرلوش حد. فطبعا الاعداد اللي موجوده دي انا عايز اقول لحضرتك ان احنا في يوم واحد من الايام كبرنا الحمله على مستوى القاهره، ظبطنا 700 موتوسيكل. طب سياده اللواء، الا توجد طريقه لمنع الجريمه؟ بمعنى الا توجد اليه ان مفيش معرض موتوسيكلات يبيع موتوسيكل الا لما يجي من نفس الشخص يجيب ورقه من المرور انه مسموح له انه يشتري موتوسيكل عشان تدوله تبقى عندك بياناته فلازم يرخص؟ استاذ خيري، طبعا احنا الموضوع ده خلانا عملنا دراسه للموضوع من النواحي الترخيصيه ومن النواحي القانونيه. نعم. وعملنا مجموعه من التوصيات او هنصحها ان شاء الله لوزاره الماليه، ان احنا وزاره الماليه هتخاطب الجمارك بمنع دخول نوعيه معينه من الموتوسيكلات لا تقل السعر اللي يبقى مسموح بدخوله، بس ما تقلش السعر اللتريه بتاعته عن 400 سي سي، وده هيخرج شريحه كبيره جدا من الموتوسيكلات ويمنع استيرادها، لان الموتوسيكل اللي اقل من كده حضرتك بيتباع ب 2000 جنيه وبيتاخد بالتقسيط 100 جنيه كل شهر في المعارض. فطبعا احنا لما نحدد السعر دي، وده اصلا موتوسيكل ملوث للبيئه اللي هو اللي اقل من سعته اقل من 400 سي سي، فاحنا طبعا بنشترط دلوقتي او هنشترط بنقترح عليهم ان احنا نشترط في الترخيص ان هو ما يقلش عن 400 سي سي. اول حاجه هيخرج شريحه كبيره جدا من الموتوسيكلات اللي ماليه الشوارع دي من القصه دي وهيمنع استيرادها من اصله. الحاجه الثانيه في المقترح ان احنا هننص نعدل ماده القانون ونقول فيها انه مش هينفع اي تاجر موتوسيكلات يبيع موتوسيكل، لان اذا كان الموتوسيكل تم ترخيصه بمعرفته واصبح عليه لوحات واصبح ليه رخصه. ده جزء من تمام، ده كويس. ان شاء الله بنحاول يعني ان شاء الله في الايام الجايه دي ان شاء الله يعني تقر ونعمل بيها. طيب بشكرك جدا السيد اللواء حسن برديسي مدير اداره عامه لمرور القاهره. بسرعه بقى، عندي خبر جايبه لي الزملاء. قالت صحيفة وول تريبيون الأمريكية أن قناة السويس أصبحت هدفا بارزا للإرهابيين وأن الإخوان انضموا إليهم. عايز أقول لكم لا تعتمدوا على هذه الصحيفة الصغيرة الأمريكية، ما تجيبوليش منها أخبار تاني. الخبر بتاعها اللي قالته عن رئيس هيئة الأركان الأمريكي الذي كان يتهم أوباما بتدميره لمصر ووضع خطة لتدمير جيش مصر والبحرين، الخبر كاذب. رئيس هيئة الأركان نفى أنه عمل حوار تلفزيوني اساسا، وهذه امانه يجب ان اطلعكم عليها. المصدر عندما يكون وورلد تريبيون لازم نقلق، ما تاخدوهوش ابدا بمصداقيه. النهارده اعتقلوا 8 نواب من الكونجرس الامريكي بتهمه قطع الطرق. كانت مجموعه من تظاهرات الديمقراطيين امام البرلمان او مبنى الكابيتول الامريكي، كانوا بيطالبوا بالتصويت على اصلاح قانون الهجره والجنسيه، لكنهم قطعوا الطريق فاتقبض عليهم. هي دي الدولة، 8 معاهم الرخصة معاهم الحصانة برلمانيين، عشان تعرفوا البلاد. أمريكا اتكلمت، قطعوا طريق، مش ناموا وشربوا وعملوا بيبي وأكلوا وعملوا كل حاجة في الدنيا، لا دول قطعوا الطريق فقبضوا عليهم وهم ايه نواب في الكونجرس. عمار يا مصر. طيب أخيرا آخر خبر هقوله لحضراتكم لان انا عايز اتكلم عنه قبل ما اطلع علشان اهدى. السيد وزير الاوقاف الدكتور مختار جمعه قال ان استخدام الشعارات السياسيه محرمه شرعا، وقال انه حذر قبل كده من استغلال موسم الحج في اغراض سياسيه. وعايز اقول لكم ان السلطات السعوديه عامله اجراءات وخصصت قوات عدد ضخم حوالي 40,000 لامن الحج والحجاج وعدم استغلال الحج في اي بغيضة سياسية. احنا رايحين نحج، رايحين حتى لو زعلانين تصفو نفوسنا، مش رايحين نتنافس، احنا رايحين نتنافس في التقرب الى الله. لكن انا عندي تحفظ على السيد وزير الاوقاف، فليسمح لي الدكتور حازم الببلاوي اذا كان في ثورة بجد واذا كان في حرص بجد.
السيد وزير الأوقاف، وأول مرة تتاح لي الفرصة أن أتكلم من بعد ما حدث هذا. الدكتور مختار جمعة له كل الاحترام، فأنا قلت لكم أن العلماء كلهم على رأسي. الدكتور مختار جمعة فوجئنا بصحيفة الوطن نشر خبر أن حط مراته وابنه في قائمة الحجاج اللي طلعين تبع وزارة الأوقاف، وجابوا الصورة الراجل حطت المدام وابنه في رحلة الحج بتاع وزارة الأوقاف. لما الجريدة نشرت سيادته رد وقال لهم آه أنا حطيتها بس ما كنتش أعرف إن اللوايح بتمنع كده، فرجعت لللوايح ودفعت لهم الفلوس. لا ده تهريج، ده عبس، ده عبس ما بعده عبس. ده لابد أن يتقدم باستقالته فورا السيد رئيس الوزراء، يجيبه. ثورة إيه ونيلة إيه بقى؟ نبقى بنهرج. هو ده لو كان أيام مرسي كنا هنسكت؟ ده فضيحة رسمي يا جماعة. وزير الأوقاف، وزير الأوقاف، أوقاف مصر، ما دورش في اللوايح يعرف يا اخي بدون لوايح. ده انت لو عندك اللوايح بتقول ان مراتك تطلع ما تطلعهاش، ان ابنك يطلع ما يطلعش ابدا. استشعر الحرج، والمصر في ازمه، واللي اولى بها حد من العاملين، ولوفرهم لوايح ايه؟ لوايح ايه لما وزير اوقاف يحط مراته وابنه بدون ما يعرف ان في لوايح بتقول ولا لا، وجاي تدور على اللوايح بعد النشر؟ طب لو ما حدش نشر كنت هتعمل ايه؟ هذا موقف ما ينفعش فيه التهريج. إذا كنتوا واخدين المسألة جد وعايزين البلد دي تبقى كويسة، اللي يغلط يتحاسب، اللي يغلط يتطبطب عليه وتقوله معلش أصله ما كانش يقرأ اللوايح. هذه جريمة إنك ما تقرأش اللوايح، ما تبقاش عارف اللوايح، والأجرم منها إنك تفكر إنك تاخدهم حتى لو كان في لوايح. شيء مش مقبول من السيد وزير الأوقاف. حج مقبول وذنب مغفور إن شاء الله. نلتقي بعد الفصل. بعد عمل شاق استمر لأكثر من 3 سنوات، تم افتتاح محور أحمد عرابي بالمهندسين بحضور عدد من الوزراء ومحافظي الجيزة. الطريق ده بيربط ربط مباشر بين ميدان سفينكس أو محور 15 مايو والطريق الدائري. التقاطعات مش موجودة، والطريق فيه 4 حارات في كل اتجاه، فالاتساع ده المروري سيخفف الضغط على محور 26 يوليا بنسبة في حدود 40%. تقليل الكثافة المرورية على محور 26 يوليو وربط منطقة المهندسين وشمال الجيزة والقاهرة بالطريق الدائري ومنه إلى طريق مصر اسكندرية الصحراوي والزراعي هي الأهداف الرئيسية لإنشاء محور أحمد عرابي. أهمية المشروع النهاردة إن هو ده طريق عرضي كنا بنعمل تنفيذه من زمان عشان نخفف العبء على حركة المرور الموجودة حاليا في المهندسين، منطقة المهندسين والعجوز على الحتة دي. فوجود هذا الطريق العرضي مهم جدا لربط امتداد محور عرابي بالطريق الدائري، هيسحب حجم المرور الكبير ده إلى الطريق الدائري خارج الإقليم. وحدات سكنية جديدة لمحدودي الدخل بمدينة السادات افتتحها وزير الإسكان المهندس إبراهيم محلب ضمن جولته اليوم. كل مواقع وزارة الإسكان تعمل ليل نهار، الحمد لله التمويل موجود، كل ما بنشتغل 24 ساعة، كل ما هنعين ناس، كل ما المنتج يصل إلى مستخدمه في وقت أسرع، لأن لو المشروع قعد 2-3 سنين فقد قيمته. ساعة رقمية وعد بها المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان محدودي الدخل لتسليم الوحدات السكنية لهم في أسرع وقت. بسنت إبراهيم، ممكن. أهلا وسهلا بحضراتكم. مصر راح فين؟ اللي هنتكلم فيه النهاردة الهدف منه هو الوطن. أنا عارف أني في ناس كتير مش هتحب هذا الكلام ده. اللي هيدور النهاردة احنا بندور على مصلحة مصر. في ناس مش عايزك تقرب من المنطقة دي خالص. انا مش طارح المصالحة، انا طارح سؤال: مصر بالواقع اللي هي فيه راحة لفين؟ ممكن المشكلة تتحل، ممكن المشكلة تزيد، ممكن نعيش في هذا الواقع سنوات، ايه طريق الخروج؟ ضيوف النهاردة بيمثلوا طيارات وأفكار عدة قد تلتقي في نقاط وتفترق في نقاط، لكن الشيء الوحيد المؤكد أن كل الكلام بيتجه صوب حب الوطن أو مصلحة
مصر. برحب بضيوفي الاعزاء استاذ الدكتور عمار علي حسن استاذ العلوم السياسيه الخبير في الحركات الاسلاميه. اهلا وسهلا دكتور. اهلا وسهلا. الدكتور حسن وجيه استاذ العلوم السياسيه واستاذ التفاوض بجامعه القاهره. اهلا وسهلا يا فندم. جامعه الازهر وجامعه القاهره دراسات عليا. نعم. صديقي العزيز دكتور مصطفى النجار البرلماني السابق مؤسس حزب العدل. اهلا وسهلا. الاستاذ الدكتور مصطفى كامل السيد استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره. اهلا وسهلا. اهلا بك. فلتسمحوا لي أن أبدأ من الصوت الآخر، الصوت الذي لا ينتمي إلى الإخوان المسلمين ولكن له ملاحظات على الأداء، الصوت الذي انتقد الإخوان المسلمين ويرى خطاياهم ولكنه يرى أخطاء ويرى أن الطريق الذي تسير فيه الدولة بعد 30 يونيو وإن كان محفوفا بالنوايا الحسنة والطيبة إلا أن هناك ملاحظات على الأداء. دكتور مصطفى النجار، يعني أنا سعيد وجودي وسط هذه النخبة الجميلة. بس جاهز للهجوم وكده وأي كلام هتقوله؟ لا طبعا، يعني أنا متفاهم الحالة اللي موجودة في مصر دلوقتي. الناس بقى عندها شك في كل حاجة، سواء في الأفكار سواء في الأشخاص، في يعني حالة من التشكك وحالة من تخوين أي رأي مختلف. ناس كتير بتحترمنا وبتحبنا، لكن بتشوف لما احنا بننتقد حاجة ان احنا كده بنصب الكلام ده في صالح الاخوان، وده مش حقيقي. يعني احنا مواقفنا من الاخوان واضحة. بدأت تظهر مصطلحات زي الطابور الخامس وزي مش عارف عملاء، انا مش عارف مين الطابور الرابع الاول. يعني عايز امشي بالتدريج. والبرادعي مش عارف مين، وعمر حمزة ومين، ومصطفى النجار. فالكلام ده كله يعني انا متفهمه في حالة اللخبطة اللي هي برضو تشبه نفس اللحظة اللي احنا كنا فيها بعد ثورة 25 يناير، لما بدأت الناس تعمل قوائم سودة وبدأ ده يصنف ده ثوري وده مش ثوري وده وطني وده مش وطني. نعم. فدي حالة مؤقتة وهتعدي. لكن زي ما حضرتك قدمت في البداية، احنا دلوقتي ما يعنينا جميعا حتى اذا اختلفت وجهات نظرنا، احنا مصر رايحة على فين؟ هل الطريق اللي احنا ماشيين فيه ده هو الطريق اللي هيحل المشكلة اللي احنا موجودين فيها، ولا هنفضل في مكان؟ لازم نرفع الواقع بشكل سريع، عشان حضرتك اتكلمت على كلمه المصالحه، ودي بقت كلمه من كتر استخدامها حضرتك بتتحسس طبعا. يا جماعه انا مش بتاع المصالحه، يقول لك مين المصالحه وتتصالح مع مين وتتصالح مع مين. انت تمام. انا شخصيا، وده كانت من يعني من الحاجات اللي زعلت بعض الناس مني، ان انا كنت بتكلم قبل فضه اعتصام رابعه وبعد فضه اعتصام رابعه على طول على فكره المصالحه، وان احنا يعني مهما سالت دماء ومهما حصل هذا الاختلاف لازم هنقعد مع بعض بعد كده ونتصالح، لان فتعالوا بدري قبل ما تزيد، قبل واحنا بنتكلم قبل ما يسقط ضحايا. لكن انا موقفي دلوقتي اكيد مختلف عن اللحظه التاريخيه اللي كان فيها اعتصام رابعه قبل ما يتفض وبعد ما اتفض، لان في متغيرات جديده. السؤال اللي احنا المفروض نساله مش احنا محتاجين مصالحه ولا مش محتاجين مصالحه، هو هل اصلا الاخوان عايزين مصالحه ولا لا. فالحقيقه والواقع ان الاخوان مش عايزين مصالحه. نعم. الواقع دلوقتي بيقول ان معركة الاخوان الحالية هي معركة من اجل التنظيم. يعني مفيش قدرة على الاعتراف بالاخطاء بالنسبة للقيادات، وفي خوف من تفكك التنظيم. فتم تحويل المعركة من معركة سياسية على فكرة ان رئيس تم اسقاطه والكلام عن الشرعية، الى معركة عقائدية انها معركة بين الحق والباطل، معركة ما بين الايمان والكفر، واننا يعني سنخرج من اجل ان نستشهد في سبيل الله. فحتى لما حصل اللقاء بتاع استاذ هيكل ودكتور بشر ودكتور عمرو دراك، شفنا كم التخوين والمزايده اللي تم على الاثنين. لما انا بالنسبه لي، ودكتور عمار يعرف شخصيه زي الدكتور بشر، هو رجل يعني من عقلاء الاخوان، لما احنا بنتكلم معاه وهو لسه بيقول ان لازم مرسي يرجع والدستور يرجع والكلام ده، يبقى الاخوان غير راغبين في المصالحه. طيب ده موقف الاخوان. موقف الدوله بتواجه خطرين. الخطر الاول هو خطر الارهاب اللي احنا لازم نعترف بيه. الارهاب اللي في سيناء دي حرب استنزاف مفتوحه، مصر ودخل ما بقى سيناء وصل للقاهره. لما نلاقي يعني صاروخ ار بي جي بيتضرب جوه المعادي، ولاقي عمليه تفجير في مدينه نصر، لازم نعذر الناس وهم حاسين بحاله الخوف. لكن كيف بقى نواجه هذا الارهاب، وكيف يعني نخرج من فكره ان مصر ضد الارهاب، فمقابل ان انا ضد الارهاب كسر بقى حقوق الانسان. هطلب منك حاجه يا دكتور مصطفى، هرجو حضرتك انك معلش هتلبس ثوب مطالبه النظام بكل مكوناته بايه في وضع زي ده؟ اذا كنت حضرتك بتعترف ان الاخوان
واضح جدا من رسالتهم انهم لا يبغون حلا. انا دوله بحاول احافظ باخوض حرب ضد الارهاب، بحاول احقق انتعاش اقتصادي عشان الحق الناس الغلابه، في حين ان الاقتصاد عايزه تخرب اكتر واكتر عشان يثبت فشلي كنظام ازاح النظام اللي بيمثله. ايه اللي بتنتقده فيه؟ ايه اللي انت عايزه منه؟ اللي انا عايزه دلوقتي احنا في خريطه طريق موجوده، في مشروع للتحول الديمقراطي يجب ان يتم. لو احنا يعني كل حد موجود في الدوله وبالذات الحكومه قاعد اصل الاخوان بيعملوا كذا، الاخوان هيفضلوا يعملوا كذا، واحنا موقفين البلد عشان الاخوان. احنا عايزين الدوله تواجه الارهاب وتحترم حقوق الانسان. طبعا لما نقول الكلام ده في ناس بتضحك يقول لك يعني ازاي حقوق انسان لارهابيين؟ لا، احنا ما بنقولش ولا نتحاور مع الارهابيين ولا يعني نخضع لابتزاز، لكن يعني ما ينفعش ان الدوله تقتل خارج القانون. ما ينفعش مثلا الناس تتصفف في ابو زعبل في الحادثه اللي لغايه دلوقتي غامضه ومش عارفين تفاصيلها ولا تتم محاكمات. شرعيه الدوله وشرعيه النظام القائم اذا يعني مارس انتهاكات كثيره حقوق الانسان من ممكن ان تسقط هذه الشرعيه. احنا مش عايزين ده. في نفس الوقت من صالح الدوله دلوقتي ومن صالح المؤسسه العسكريه ان هي ما تكتسبش اعداء جدد. احنا بنقارن ما بين يعني اداء المجلس العسكري بعد ثوره 25 يناير في الفتره اللي هي في 2011 كان في حاله التفاف عظيم حوالي 4-5 شهور من الاداء ومن الانتهاكات اللي حصلت والاحداث بدا هذا يعني التأييد يقل وبدأنا ندخل في مواجهات. وإحنا ساعتها لما كنا بننتقد المجلس العسكري كانت الناس بتزعل، لكن الحقيقة الناس اكتشفت بعد كده أن إحنا كان انتقادنا المجلس العسكري في محل. فنحن نريد يعني أن الدولة تمضي، لا تلتفت، تحترم حقوق الإنسان. تحترمها إزاي؟ تحترمها أن إحنا يعني ده برضو نفس الكلام اللي هو واحد السؤال اللي بيتقال واحد جاي يضربني بالرشاش. انا دايما هبقى ممثل الطرف الاخر في بالظبط بالظبط وده متفهم يعني انا نازل لما بنزلوا يا جماعه مظاهره سلميه انا بقف على جنب اللي بيرفع الجزمه في وشي بدي له التحيه وبقول له اتفضل، ففجاه بلاقيه هاجم عليا معاه مولوتوف معاه خنجر بدليل ان انتم بتشوفوهم بيضربوا ازاي. فانا لو استنيته لحد ما يدخل عليا هيموتني، برمي عليه قنابل غاز مش مستجيب، فهعمل ايه؟ نعم، احنا يعني في العالم كله في معايير للتعامل مع المظاهرات سواء السلميه او غير السلميه. المعايير دي موجوده. احنا طبعا ما عندناش الشرطه بتاعت السويد ولا سويسرا عشان نتخيل الاداء ولا المواطن الرائع السويد وهو ولا كمان. اكيد ولا المواطن، لكن يعني انا بشوف ادائين للشرطه في مصر، بقارن ما بين الاداء اللي شفناه في دلجة وفي كرداسه وبين مثلا الاداء اللي شفناه في اماكن تانية. وقود المعركه دلوقتي بالنسبه لجماعه الاخوان المسلمين هو الدم. نعم. فكلما زاد الدم يعني كلما يعني استمرت هذه المأساة، فأنا ما ينفعش أن أنا أديهم الفرصة. في نفس الوقت وأنا بأسس الدولة الجديدة وأنا شغال في مرحلة التأسيس ما ينفعش أجي أضيق المساحات اللي هي تعتبر من مكتسبات الثورة، حاجة مثلا زي الحبس الاحتياطي اللي هو تم تمديده بقى بشكل غير منطقي. في ممارسات يعني أنا عارف أن احنا في لحظة يعني حرب وفي لحظة توتر، لكن فكرة ان هو محدش يكلمنا عن حقوق الانسان دلوقتي، محدش يقول لنا لا ده مش مقبول. احنا يعني مقبولة في بريطانيا والحرية مقبولة في بريطانيا ومش مقبولة في مصر. يعني الظرف اللي اتقال فيه في بريطانيا غير الظرف اللي اتقال فيه في مصر. احنا بنرجع تاني يعني نأكد على نفس المعنى ان هو محدش يحطني في مقايدة ما بين الحرية وما بين الامن. لا، انا عايز الامن وعايز الحرية في نفس الوقت، عايز تطبيق القانون على الجميع. المتظاهر الغير سلمي اتعامل معاه بشكل يعني واحد رفع عليه سلاح هتعامل معاه بنفس الطريقة، لكن المتظاهر لازم ميز ما بين ده وما بين ده. الكلام برضو اللي هيتقال طب ازاي وده كلام مثالي وغير قابل للتطبيق، لا، الداخلية تعرف تعمل ده كويس، والداخلية يعني في كل المرات اللي فاتت. لا، اصل احنا شفنا ادائين، احنا شفنا ادائين وحقيقة يعني في اداء احنا اشدنا بيه جدا وفي اداء احنا انتقدناه. لكن الاهم بقى من قصة الملف الامني، هل السؤال ده يعني هخليه في اللفة الجاية لكن يعني هطرحه، هل الحل الامني فقط سيخرجنا من هذه المشكلة ولا الحل الامني غير كافي ومحتاجين حلول اخرى؟ فأسيب الفرصة. طيب، دكتور مصطفى كامل السيد شايف ان الحل الامني غير كافي، وهرجع له دلوقتي بس علشان اخد وجهة نظر اخرى. دكتور عمار علي حسن، الحل الامني دلوقتي هو الحل الوحيد المتاح؟ قدامك طرف بيرفض الحوار، مش عايز حل، معلي سقف مطالبه جدا الى حد الاستحالة ويحتاج الى مزيد من الدماء، من دمائه. هو ما عندوش مانع انه يقدم كل يوم قرابين، وده كل يوم بيكسبه قدر من التعاطف، قدر من قوى سياسية او تيارات او حركات بتنضم اليه بشكل او باخر.
بيأثر في الخارج اللي بيضغط عليك. انت كدولة يجب شايف الدولة تعمل ازاي؟ انا بتكلم دولة ولا سلطة؟ سلطة. نعم. طيب اولا الحل الامني لو كان ناجزا ونافعا وكافيا ما كان يمكن لتنظيم الاخوان ان يحصد السلطة بعد ثورة يناير التي لم يكن له اي فضل في اطلاقها. نعم. لكن نتيجة ان نظام مبارك تحول الى دولة بوليسية كاملة اعطى فرصة كبيرة جدا للتيار الاسلامي ان يتمدد اجتماعيا وان يرسو على الارض ويبني شبكاته وان يكسب تعاطف الناس. في الوقت ذاته كان النظام معنيا بضرب اي بديل مدني، وده اللي بيحصل الان ايضا. ليظل هناك فريقان في الميدان. نعم. كلاهما يخدم الاخر دون ان يدري. ولا استبعد بعد مدة امكانية اعادة تحالفهما من جديد. انا اقرأ المستقبل بناء على قراءة الماضي، جزء من قراءة المستقبل استلهام الماضي. جماعة الإخوان دخلت في صدام مع سلطات متعاقبة وكانت تعود لتخدمهم، والذي يدفع الثمن هي الحركة المدنية والأحزاب المدنية والمسار المدني الذي يخرج مصر من أن تظل أسيرة بين العجلة الحربية والمعبد، وأيضا على حساب مصلحة العامة للشعب المصري. بمعنى أني لو كنت أريد أن أكتب عنوانا عريضا الآن لقلت جماعة الإخوان ترشح السيسي رئيسا للجمهورية، نتيجة أن ما يحدث في الشوارع أن استدعاء الإرهاب القديم بيجعل عموم الشعب والجيش حين يقول الشعب والإرادة الشعبية في كلمة الشعب في كل بياناته لو بحثت عن معناها ستجد أنه يقصد بالشعب عموم الناس خارج التشكيلات الثورية والقوى الحزبية والسياسية، ده الشعب بتاعه. بس ستظل لديك مشكلة حتى لو كان هذا صحيحا وأتيت بنبي من السماء وجاء ليحكم في هذه الحالة محتميا بقوة أمنية بقوة عسكرية في مواجهة قوة أخرى أيا كان حجمها بتعوق اقتصاد بتؤدي إلى انهيار إلى حالة ضغط نفسي على الشارع، لا ما هو لن أنا ينجح. أكمل لك كلام. اتفضل. بمعنى إيه؟ إن, 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 إن هذا النظام بتاع حسني مبارك ما قداش، أنا كاتب مقال في 1 يونيو 2007 كان عنوانه مبارك يعمل لصالح الإخوان، تقول أنت هيبقى ورثة سلطتك لأن أنت بتشتغل له دون أنت حتى بدون اللي بيعملوه الإخوان الآن بيصب في صالح الطرف الآخر، تاخد بالك؟ هما بيخدموه دون أن يدروا، والبلد بتدفع الثمن في الحقيقة. بمعنى إيه؟ بمعنى أن مواجهة هذه الظاهرة فيها جزء أمني طبعا ومن خلال القانون طبعا وباحترافية طبعا وبطريقة جديدة فيها إبداع طبعا، لكن الأهم هو أني نشعر، ودي في الحقيقة ليست مسؤولية السلطة فقط، مسؤولية كل أركان الدولة المصرية، القوى السياسية والمفكرين والكتاب والإعلام، هي المعركة الفكرية المؤجلة منذ عقود من الزمن، ومعركة خلق بديل سياسي، ومعركة خلق إنجاز اقتصادي، ومعركة وجود مشروع قومي يجذب انتباه الناس وسواء أذهانهم أو مشاعرهم حياله. ده اللي مثلا زي اللي عمله عبد الناصر في الستينات، إنه القصة لم يواجه الإخوان فقط بالمواجهة الأمنية، لكن كان في مشروع يعني بياخد الناس ناحيته. لكن لو ظل هذا الفراغ السياسي الموجود، أنت شايف إن في فراغ سياسي؟ آه طبعًا، وشايف إن في فراغ سياسي، وشايف إن في ناس أساءت فهم ما جرى، يعني في ناس تصورت إن 30 يونيو ارتداد على 25 يناير وهذا غير حقيقي. في ناس حاولت تسوق هذا وتدعمه كمان، وفي ناس الآن بتدافع عن السلطة الجديدة بتورطها اكثر. صحيح. لانها تاخذ منها ولا تعطيها شيئا. حاله التقديس اللي ماشيه، لا حاله التقديس وحاله مهاجمه الخصوم بلا مبرر. احنا لدينا ارهاب، الارهاب له طريقه في التعامل بمنتهى الحزم والحسم، دي مساله لا تحتاج الى تراخي، بالعكس نطالب بحسم شديد في طريق. لكن لدينا يعني ناس بتدعو او تقول كنا على حق، طريقة حبيب العدل كانت الأنجع، أنتم لم تكن تفهمون ذلك. لا، حبيب العدل كان أداؤه هو اللي بيؤدي إلى قوة تنامي قوة الإخوان في المجتمع. وقرأ مذكرات جمال حشمة وشوف كانوا بيعملوا معاهم في السجون، ولا حاجة، كانت خمس نجوم. وقرأ اللي بيتكتب عن زنزانة خيرة الشاطر في السجن،
وهذه المساله اللي كان مبارك واعي ليها، ما احنا مشكلتنا مع تنظيم الاخوان ايه؟ وهي اللي مش عايزين نقع فيها دلوقتي. الاخوان بيوقعونا فيها والسلطه الجديده اللي استجابت معانا فيها. ارجع للي كاتبه حتى طارق البشر في كتابه الحركه السياسيه في مصر من 45 ل 55. ان دول من ساعه ما دخلوا السياسه سنه 38 عملوا كالتالي. تحالفوا مع احزاب الاقليه ضد حزب الوفد، حزب الوفد حزب الاغلبيه، حزب الامه الجامعه، اعظم حزب في تاريخ مصر الحديث لم يمكن من الحكم سوى 8 سنوات بسبب الاخوان. وبعدين استخدموا مع عبد الناصر بعد 52 في ضرب الاحزاب. شوف فتاويهم وارائهم وكلامهم عن الحياه الحزبيه وفسادها قبل الثوره 52 وبعدها. وبعدين حصل صدام، يجيبهم السادات يضرب بيهم اليسار. وبعدين يجيبهم حسني مبارك يستخدمهم كفزاعه عشان ما يبقاش في بديل مدني ينهي مشروع التوريث والشعب يثق فيه والغرب يثق فيه انه ممكن يكون بديل للنظام مبارك ويستخدمهم كفزاعه وهم يفهموا قواعد اللعبه في تواطؤ متبادل صامت طول الوقت. الان الصراع اللي موجود في الشارع ده انا ما بتعاملش معاه باليوميه ولا بتفاصيله الانيه. على المستوى الابعد لا استبعد عوده التحالف من جديد واحنا اللي ندفع الثمن. فعشان كده احنا لما التحالف بين مين ومين؟ بين 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 الاخوان وبين اللي يجي. حين يشعر انه هزم في المعركه هزيمه كامله ليس هناك ما يمنع ان يحصل. اما هقول لك ولا كده، انا عندي دلوقتي طرف موجود بيقدر مصلحه التنظيم زي ما قال الدكتور مصطفى النجار. اذا كانت مصلحه التنظيم الان هي تسخين المعركة والحديث عن استشهاد وتضحيات من أجل تأجيل محاسبة القيادات فلا بأس أن هذا يتم، لكن قد تتغير المصلحة فيما بعد وتبقى التفاوض مع السلطة وارد هم يعملوها ومن وراء كل القوى الاجتماعية والسياسية المدنية دي اللي موجودة اللي بتتكلم ومرانا كل يوم كل الشعب ويعاد استخدامهم من جديد، أو أن القوى الخارجية اللي بتحركهم هي اللي بتعمل كومبرومايز. خلاص أنتوا مطلوب منكم احنا اتفقنا على كذا واشتغلوا بهذه البتاع. وحتى يحدث هذا دكتور عمار انت بتنقلني الملعب تاني خالص. لا 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 حتى على تصور ان هناك سيناريوهات واوراق جاهزه او خطط مختلفه بلان اي وبي وسي عند الاخوان. لا انا عايز لا 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 انا عايز اقول ايه، ان دايما في التعامل مع الاخوان لا ننسى التاريخ ولا ننسى احتمالات وسيناريوهات المستقبل. نتعامل مع اللحظه الانيه. انا يشغلني الدفاع عن حاجات. حد جابك من النظام من السلطة أنت والعلماء المتخصصين في الحركات الإسلامية وفي تاريخ الإخوان المسلمين وقفلوا عليكم أوضة وقالوا لكم عايزين نحلل هذا الواقع وكيف نتعامل معه فكريا وما هي الخطط طويلة المدى علشان أخلق خطاب للحديث في الشارع مع هؤلاء الشباب أو المتعاطفين معهم، ولا ده لم يحدث؟ يا أستاذ خيري أنا بقول أنا عايز يحدث أو لا يحدث. من 1992 عملت دراسة عن قيادات الحركة الإسلامية، قلت أغلبهم طب وهندسة، وقعدت أجد علاقة سببية، قلت مناهج العلوم البحتة اللي هي طب أنا هسمع منك رؤيتك في الحل ده، بس أنا عايز أعرف ما حدش حصل؟ لا طلبنا بمواد تدرس على الإعدادية مش طلبنا والسنوية. أنت طلبت يا دكتور عمار، حد طلبك تقعد في أوضة وقعد معاك قال لك أنا في البلد دي حريصين إن احنا نفهم اللي بيحصل في الشارع، فبما أنكم علماء وتطلعوا في التلفزيون كل يوم وبتتكلموا الكلام ده، حد يقعد يشرح لنا وتعالوا نحط خطة فكرية؟ أنا لم يطلبني أحد، وأنا مؤمن إذا حضرتك قلت عالم أن العالم يسعى إليه ولا يسعى لأحد. أيوة اللي عايز يفهم يجينا. حد سعى إليك؟ أنا ما بروحش لحد. اطلع فاصل عشان الدكتور عمار مش هيروح لحد، واطلع هسمع الدكتور مصطفى والدكتور حسن وجيه. طيب ما هو يعني دول موجودين ومحتاجين فكر والعلماء يسعى إليهم ولا أحد يسعى إليهم، بمن يسعى هم الطبالين والزمارين والهيصة والخناقة وبقت الحدوتة كلها إعلام. طيب إن ما كانش من يدير هذه البلاد قاعد في أوضة بيضع خطط علشان يستقطب حتى يعني برغماتية شديدة ازاي اتحاور مع دول او اتحايل عليهم، يبقى هنروح لفين؟ نلتقي بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى، نواصل حوارنا على مصر راحة فين؟ مصر راحة الخير، المشهد اللي على الارض غير مطمئن وبيقول ان احنا هنعاني كتير قوي علشان البلد دي ترجع تتلم تاني، عشان ما تبقاش ماشي في الشارع وخايف ان جارك عايز يقتلك،
او هو نايم بيكرهك او مش عايز يتعامل معاك. في احد القرى حد حكى لي ان ابن من الابناء بتوع المنتمين للاخوان مات، فاهل البلد احنا عارفين في القرى كده راحوا يعزوا اهل الميت، طردوا الناس، طردوا اهل البلد وقالوا لهم ما تعزوناش يا بتوع السيسي. عندما يصل المنطق الى القريه الى هذا الحد، في المقابل في ناس بترفض تتعامل مع الاخوان في القرى خالص الذين كانوا ينتمون الى الاخوان او ينتمون حتى لو مش بيعملوا حاجه دلوقتي وحشه، في موقف منهم انه لا لن يتم التعامل معهم ويتم عزلهم. دكتور مصطفى، حضرتك شايف ان الحل الامني وحده قد يؤدي الى كارثه وانه مش هو الحل في مشهد مرتبك زي ده؟ في النهايه لازم يكون هناك حل، مش معقول اساتذه العلوم السياسيه كلهم مش قادرين يوصلوا الحل. طيب تتعامل في موقف زي ده ازاي اذا كان الحل الامني مش هو الحل؟ لا انا يعني هذا السؤال على درجه عاليه من الاهميه وسارد عليه، انما في البدايه يعني اقول انه ما ذكرته عن اهل الذي مات الذين يرفضون تلقي العزاء ممن يؤيدون يعني ممن يرفضون حكم الإخوان، يعني هذه مسألة خطيرة. إنما أتمنى أن يكون هذا وضعا استثنائيا، لأني لا أتصور أنه الشعب المصري يصل فيه الانقسام إلى هذا الحد. بكل تأكيد الحل الأمني لا يكفي، وهو واضح أنه لا يكفي حتى الآن، لأننا لم نخرج من المأزق الذي لا يكفي يعني محتاج زيادة، ولا لا يكفي يعني لا كحل مش هو الوحيد، لا يكفي في حد ذاته. نعم. لأنه يمكن أن يمارس بطريقة أخرى، ومن ناحية ثانية هو لا يكفي عموما، يعني حتى مهما كانت يعني براعة رجال الأمن، حتى لو لدينا يعني أمن يشبه الأمن في السويد وسويسرا كما ذكرت، هذا أيضا لا يكفي. إنما مواجهة الإخوان المسلمين يعني مواجهة على المدى البعيد، إنما ما يهمنا الآن هو ماذا نفعل في الأجل القصير. في الأجل القصير لابد أن تكون لدينا صورة إلى أين نحن ذاهبون، وأنا مع حالة الاستقطاب الموجودة في المجتمع المصري والتي أحذر منها كثيرا، أقول أنه من الخطأ أن تكون صورة المستقبل هي إقصاء الإخوان المسلمين. يعني الإخوان المسلمون يعيشون في ظل الحظر لمدة 60 سنة منذ 1954 حتى يعني 2011، وتنظيم الإخوان المسلمين محظور، ومع ذلك نما التنظيم خلال هذه الفترة. وبالتالي يعني مسألة حظر الإخوان المسلمين تماما أعتقد أنها لا ينبغي أن تكون الصورة التي نطرحها للمستقبل، ولذلك يجب أن يكون هناك تصور واضح لدى الدولة ولدى المجتمع أيضا أنه يعني هذا قطاع من المجتمع قد أنا بكل تأكيد أرى أنه هذا القطاع لا يحمل مشروعا، هذا القطاع لا يتعلم من الماضي، ولكنه قطاع يعني يمثل يعني أعداد كبيرة من المواطنين، ويكفي أن نعرف من أين تخرج مظاهرات الإخوان المسلمين حتى نعرف أين يوجد هؤلاء. يعني لا يمكن إقصاء هؤلاء وهم عازمون على الاستشهاد حتى يبقى مهم. ولذلك يجب أن نطرح تصور للمستقبل في جمعية هل يا ترى اللي بينادوا به هو بقاء تنظيمهم، ولا هو عودة عقارب الساعة، عودة التنظيم للحكم مرة أخرى؟ هنا الصياغة مختلفة بالضبط. حتى نواجه هذا لابد أن نقول لهم أنه لهم مكان، ولكن إذا كان هناك من يريدون منهم ممارسة العمل الدعوي فيمكن أن يكونوا جمعية لا تشتغل بالسياسة. من يريد منهم ممارسة مسألة متجاوزة يا دكتور. أنا بس علشان مش عايز بس نبقى احنا بنعمل حوار في تقرير واقع فنطرح حلول مثالية، لا المسألة متجاوزة. عمل سياسي ولا عمل دعوي يعني؟ ليست دعوة مثالية، لأن أتصور أنه طرح مثل هذه الصورة أنكم إذا كنتم تريدون عملا سياسيا من خلال حزب سياسي ولا تكون هناك أي صلة بين الحزب السياسي والجمعية الدعوية، أعتقد أن هناك أصوات بدأت ترتفع داخل الإخوان المسلمين ترفض السير في مسار المواجهة مع الدولة، ويعني هذه الأصوات أو لكن هذه الأصوات يعني تكتب آراءها على صفحة على النسخة الإلكترونية لجريدة الحرية والعدالة. يعني هذا لا يمكن أن يكون موضع صدفة، لا يمكن أن يكون غفلة أن يكتب صلاح سلطان ما كتبه، أن يكون هناك هذا التوجه من جانب الدكتور محمد علي بشر والدكتور عمرو دراجة. ولذلك أعتقد أن طرح مثل هذا التصور ربما يؤدي إلى انقسام داخل الإخوان المسلمين، وهذه تكون براعة من السلطة السياسية في مصر أن تحدث مثل هذا الانقسام، لأن لابد أنه داخل الإخوان المسلمين الطرح ده يجي منين؟ الطرح ده كتير نقطة مهمة، والسلطة قاعدة تطرحه طول الوقت بصيغة مختلفة. لا لا المشكلة أنه لدينا يعني في السلطة في جناحين، في بكل تأكيد الجناح العسكري وهناك الجناح المدني، ولكنه جناح من التكنوقراط.
يتصرف بطريقة تكنوقراطية. ليس هناك حزب يتحدث باسم الدولة، وليس هناك أحزاب تتحدث باسم الدولة ولا حتى باسم الجناح المدني، ومن ثم تغيب لغة السياسة. يعني ليس هناك من يتحدث للمواطنين، بل على العكس، يعني ليس هناك من يتحدث بلغة السياسة للإخوان المسلمين وللمجتمع ككل، يشرح ما الذي نواجهه وكيف سنواجهه. إنما بالإضافة إلى هذا أيضا، يعني هناك الأيدي المرتعشة، ولا أقصد بالأيدي المرتعشة التردد في مصادرة أموال الإخوان المسلمين وكل الجمعيات التي تحمل اسم إسلامي أو دخل فيها الإخوان المسلمين، وأعتقد أن هذه مهمة ثقيلة تلقى على الدولة. إنما عندما أقرأ تصريحا لوزير الداخلية يقول فيه أنه إذا كان ثمن الاستقرار في الجامعات هو إغلاق الجامعات، فهذه مسألة مخيفة ومبنية أيضا على تصور خاطئ لوضع الجامعات. يعني أنا أدرس في جامعة القاهرة والمحاضرات منتظمة في جامعة القاهرة، يعني هناك والاشتباكات أيضا منتظمة، ولكن الاشتباكات محدودة للغاية وفي وقت محدود. ولكن يعني عندما يخرج هؤلاء الطلاب، أنا يعني أقوم بالتدريس في كلية الاقتصاد في جامعة القاهرة، ولم يعني يتوقف، لم تقف محاضرة واحدة لي، ولم تقف محاضرة لأي من الأساتذة الزملاء، ونفس الأمر في الكليات الأخرى. ولذلك عندما يخرج مثل هذا التصريح من وزير الداخلية، وعندما يكتب رئيس تحرير يعني جريدة قومية الجامعات في خطر، فهو يعني فهم خاطئ لما يجري. عندما يجتمع مجلس الوزراء في وزارة الطيران وهيئة الاستثمار ولا يجتمع في مقره، يعني هذه رسالة في منتهى الخطورة. يا دكتور برضو مش عايزين نغفل لما اشوف ان الحرص على ادخال طلاب من مدرسة السعيدية مثلا الى جامعة القاهرة وحشدهم باعداد يمكن ان يؤدي الى ايه، ان يتطور مئات الامر مئات في الزقازيق حتى مئات نعم. ان يتطور الامر الاشتباك مع مواطنين في الخارج او محاولة اقتحام كلية او خلافه ما إذن، فأنا شايف في المستقبل إن الأمر قد يتطور ولاقي سنج ولاقي ناس بتقتل بعض جوه الجامعة، ساعتها هنقول أن الدولة قصرت ولم تستطع أن تتعامل، أو السلطة قصرت ولم تستطع أن تتعامل مع أزمة في الجامعة. لا، يعني أعتقد هذه ظاهرة محدودة وهذا حدث لا يقاس عليه. يعني يجب أن يعرف الرأي العام أنه جامعة القاهرة فيها 150 ألف طالب، فيها 24 كلية، يعني هذا كله لم يؤثر على العمل في كل هذه الكليات، وبالتالي يجب يعني أن نضع هذه الأحداث في نطاقها الصحيح. يعني لم يتأثر العمل في الجامعات بسبب مظاهرات طلبة الإخوان المسلمين. طلبة الإخوان المسلمين هم أقلية في كل الجامعات، أقلية. أنا سألت حرس جامعة القاهرة ما هو عدد الطلبة الذين خرجوا في مظاهرة، قال لي 2000 في 150 ألف طالب. فإذا يعني هناك نوع من المبالغة أيضا في تصوير خطر الإخوان المسلمين، وبالتالي مسألة المعلومات والتقدير صحيح الموقف مسألة مهمة جدا. المهم أيضا في مثل هذا الموقف بالإضافة يعني استخدام العمل عمل سياسي من جانب الحكومة أو من ينتمي إلى الحكومة، إنما إلى جانب هذا أيضا هناك دور يقوم به المثقفون. لماذا لا تكون هناك حركة مدنية ضد الاحتقان السياسي؟ يعني حركة، يعني يكون هناك تحرك شعبي لوقف هذه الأعمال، يعني حتى يصل به الأمر. أولا يعني يكون هناك إعلان عن يعني هذا التوجه، نحن ضد هذا الاحتقان الذي يضر بالوطن. زي الطريق الثالث اللي لا كده ولا كده، وتشكيل حركة تبدو برضو البعض أثار حولها الشكوك. لا، يجب أن نبعد عن لغة الاستقطاب هذه. المطلوب في الوقت الحاضر وعودة الهدوء لمصر. لا ينبغي أن تترك هذه المسألة فقط لأجهزة الدولة، لما يجب أن يكون هناك دور للمثقفين، حتى يمكن أن تكون لهم تجمعات ليس بالضرورة مظاهرات، ولكن على الأقل يعني اجتماعات، يعني في دار الأوبرا، في أي مكان، حتى وقفة صامتة في ميدان طلعت حرب. إنما لابد أن يكون هناك يعني إعلان وبروز لهذا الاتجاه الذي يرفض العنف، ده رفض شعبي، لأن الذي يقوله الإخوان، وأنا سمعت، يعني أنا أخطب في شارع عباس العقاد وتمر أمام مظاهرات الإخوان المسلمين، وسمعت من أحد المشاركين في هذه المظاهرات: أين رجال 30 يونيو؟ طيب يعني يبقى ده تعبير عن رجال 30 يونيو، رجال ونساء يعني 30 يونيو. عايزين ينظروا في المظاهرات؟ لا لا، ليس مظاهرات، إنما يعني تحرك متحضر يعني يعلي صوته نحن ضد العنف. يعني أعتقد إنه هذا يعني يمكن أن يغير موازين القوى في البلد. إنه طيب دكتور حسن وجيه، حضرتك بتشوف كيف يمكن أن يكون التحرك السياسي والثقافي في مصر للنجاة بمصر مما هي فيه الآن؟ اولا انا يعني باثني على كل اللي اتقاله، بمسك من عند الدكتور مصطفى في اللي قاله،
ان هو فعلا فكره ان في مبالغات، وبعدين في فكره اداره الازمه دي فكره مفتقده تماما. يعني انا عايز اقول حاجه، هو مش رفاهيه علميه ولا اكاديميه، انت اتكلمت على حجره العلماء. لا هي فعلا لما ابتدت في جنوب افريقيا كانت المونت فلير سيناريوز 21 واحد بتجمع، بس تجمع بقى منسق وفي استراتيجيه ومربوط بسياسه الدوله ارتباطا وثيقا. فال21 دول حددوا السياسات الكبرى اللي هي الاستراتيجية الكبرى. انا شايف اهم استراتيجيه مع الامن الاقتصاد، ميجا بروجكت كبير على طول يتعمل، لان هو ده اللي حصل دلوقتي على فكره في حركه في تونس دلوقتي. عجبني التعبير اللي كنت بقول لكم عليه، سيبونا. الشباب هناك تعب بقى من حكايه دول علمانيين ودول اسلاميين ودول التصنيفات اللي هي الثنائيات اللي هي اصطداميه واحتقانيه وتحرشيه مع بعضها. بيقول لك سيبونا اعملوا لنا حاجه، احنا عايزين نعمل حاجه ثالثه. حاجه ثالثه مش بالمعنى المسدس اللي يطلع بتاع جوبلز ده، يبقى طريق ثالث، يبقى ده خليه نايمه. الكلام ده كله حرام، ان احنا نقعد نعمل الاهتراء اللغوي اللي بيحصل حوالين بعض المصطلحات. انما السيناريوهات كمان، السيناريوهات لا يمكن انها تنظر من الناحيه العمليه الا في حاجه اسمها ثينكينج سيستم. انا بحط السيناريوهات بتاعتي كدوله، انا عندي خريطه الطريق، خريطه الطريق دي فيها كذا سيناريو في كذا محور. طب الطرف الثاني بيعمل كام سيناريو بيحاول يفرملها. طب هل انا وانا بدير الازمه بتاعتي عشان اخلص خريطه الطريق، هل انا فعلا بحافظ على السيناريوهات وبعملها مينتنس واخد بالي اوقع ازاي اللي بيحاول يحط لي عصايه في العجله عشان يوقعني كل حاجه؟ لا. يعني احنا الاولويات بتاعتنا مفتقده، تضيع الوقت كبير جدا. نمسك حاجه زي الدستور. الدستور انا حضرت كذا ندوه، منهم ندوه اخيره كانت من اسبوعين، من اسبوع بس فات. النقاش اللي بيدور في الموضوع ده والمجتمع المدني ودوره في الموضوع ده دور مبالغ فيه جدا جدا. المجتمع المدني لازم يعمل جاينت بروجكت، وكمان اللي بيطلع من النقاش في الندوات دي لا يدل على ان احنا عارفين نعمل خطوات اداره الازمه نهائي ولا اولويات اداره الازمه نهائي. انا فوجئت لقيت ان كل الموضوع ان احنا هنتكلم على هويه مصر، فهنتكلم على الشعب المصري له انتماءات افريقيه وانسانيه، ولا يمكن يكون فيه موضوع العربية الإسلامية ده ليه بأي إمارة. بعض الخطوط المتطرفة علمانيا بعض الناس كانت بتطرح ده، واحد في لجنة الخمسين قال أنا وراهم لحد ما كلمة أمة دي تتشال. ولو يعرف أن في دستور المدينة الرسول عليه الصلاة والسلام عمل 52 بند منهم 27 عن حقوق الغير، أول بند بيقول المسلمون واليهود والمسيحيون وغيرهم أمة. انا شايف ان في حاجه كمان ضرب مصطلحات الاسلام الحضاري موجوده لدى قطاع، واعتقد ان ده بيدي ماتيريال في عدم وعي باداره السيناريو بتاعي. وكما ان الدستور ان انا اقعد اتكلم عنده في حاجات كتيره ضيعت وقت كتير فيه. على فكره امريكا عندها 7 مواد في الدستور واتعمل 30 ماده على مدى عقود. القضيه مش قضيه ان انا اضيع وقتي في كل هذه المهاترات والنقاشات التي كمان تصب في سيناريوهات الاخر. نعم. اللي هو بيستغلها استغلال فظيع جدا. وبدل ما افكر في حاجه كرييتيف، يعني انا يعني كل الخطاب الخارجي الدعايه اللي ورق، يعني ننسى بقى ان موضوع الدعايه الخارجيه وبتعمل ايه، واحنا ما بنردش خالص تقريبا، الردود على استحياء وضعيفه والخارجيه مش كفايه. يعني امريكا على ما يبدو اتخذت قرار ايضا اليوم بقطع او وقف 250 مليون. هي نفت ثم الان ما طبعا لان خطاب اوباما انها اعلنت عن وقف 250 مليون دولار لان خطاب اوباما كان تحفظي وكان واضح ده. وبعدين لازم ناخد بالنا هو ايه عناصر الخطاب اللي احنا لازم نتعامل معاه. هو زي ما كان في الاجتماع بتاع اسطنبول اللي فات ده، قاعدين عاملين اجتماع وفي واحد لينجوست محترم بيتكلم هناك، قال لك ناخد بالنا يا جماعه ان الاتحاد الاوروبي وامريكا وكل المجتمعات المدنيه في العالم بتركز على كلمتين انكلوسيفنس وريكونسيليشن، اللي هو ازاي ادمج وازاي ما اعملش اقصاء وازاي اعمل مصالحه، شيء من المصالحه. انا بتصور ان احنا زي ما الدكتور مصطفى قال ان فعلا عندنا نوع من التحفظ الشديد على كلمة مصالحة، لدرجة ان لقيت في مقالة في الاهرام واحد بيقول لك المصالحة الرقيعة، يعني حتى بتديش تبقى مصالح نفسه. انا اول مرة اعرف المصالح ده وقعدت اتعجب ليه، ما ان انا محتاج ان هو يتصالح مع نفسه، ده نفسه امارة بالسوق اللي بيكتب ده. لان في ثلاث، الدكتور مصطفى محمود اما قال في ثلاث انواع من المفاوضين، ما بنتكلم من منظور مصطفى محمود للتأصيلي، قال لك في نفس امارة بالسوق وفي نفس لوامة وفي نفس مطمئنة. إدارة الأزمة محتاجة النفس المطمئنة، أبقى فوق الأزمات ومنزلش المستوى التشاحن والتناحر الخطير ده، وأفهم أن المصالحة. أنا كتبت في الأهرام مرة مقالة من أجل مصالحة ضرورية بين الأجيال سنة 92،
اقسم بالله لو اخذتها ونشرتها دلوقتي مش هتغير كلمه واحده. اين المصالحه مع الشباب؟ اين المصالحه مع النفس؟ اين المصالحه مع فكر ان انا ابقى فوق الازمه مش تحتها وابقى بعمل رد فعل باستمرار؟ احنا ضيعنا كتير جدا جدا بسبب افتقاد عناصر كتيره جدا. وابتدينا نتعامل بقى مع، لسه كنا بنتكلم في البريك، الفكره ان انا باخد كلمه اللي كنا بنتكلم عنها في الايميل اللي جه، ان في حاجه اسمها منتال شورت كات، بناخد كلمه ونركب عليها حوار كامل ونشغله في ايه، لعبه الدعايه والدعايه. بس الاخوان اساتذه هم اللي طبعا دول اساتذه هذه اللعبه، جمله ولقطه وصوره ومشهد وقطع يا فندم. لسه كنت بحكي للدكتور مصطفى قبل ما نخش، تشومسكي انا اعرفه وعملت معاه كذا حوار وعارف لغته كويس. وبعدين في طالب، انا عايز اقول ان العمليه مش يائسه ليه، لان في طلاب اخوان بيبعتوا لي حاجات على الميل وبرد عليهم. في واحد بيقول لي انت ايدك مش عارف فيها دم وفيها الكلام اللي بيقوله ده، بقول له لو سمحت خليك، عايز تتكلم معايا تعال نحط الامور في اطار علمي. هتحط الاطار علمي هنتكلم. الاطار على فكره بتاع بيستجيب في منهم بيستجيب. اخواني اخواني واحد منهم، لا في اكتر من واحد، وفي اكتر من واحده، وفي في ناس استجابت. اللي انا عايز اقول لحضرتك يعني ان في استجابه، طالما انت كمان بتقول له ما تيجي تحط الاطار ده. يعني نظريه الاطار في التفاوض، ان انا لما بقول ان ده حلال وده حرام، ده اطار فظيع جدا طبعا. ده بنسميه يعني وين لوز، وبنسميه كونفليكتنج يعني فريم. انما السبستنتيف فريم، ان انا ازاي احط كل حاجه في الاطار الخاص بيها، وتدار المناظرات وتدار المناقشات بناء على اتفاق على الاطر اللي احنا ممكن نعمل. نقول له ما فيش كاركترايزيشن فريم، يعني ما فيش داعي انك تشتم حد او تتكلم على واحد. هاجم المشكله ولا تهاجم الاشخاص. بنحط القواعد دي بتلاقي فيه استجابات مش وحشه. فواحد منهم جايب لي عامل لي الصباع ده، مش الاربعه، عامل الصباع ده وبيقول لي طب انت بتتكلم على تشومسكي، انا بقول لك اهو تشومسكي اللي انت بتقدره كاتب كلام ضد الانقلاب. فانا اقول له طيب شكرا انك انت تعبت نفسك وجبت مقاله والكلام لحد كده مش وحش، خلينا اقرا تشومسكي. انا عارف تشومسكي محلله كويس، انما افاجئ ان تشومسكي كاتب في وسط الكلام كلام انا عنده في الانجليزي كده، ده مش انجليزي يا مرسي، ده انجليزي حاجه تانية، ده انجليزي خالتي بامبا. يعني يقول ايه مثلا ايه انما بيقول لك ايه الانقلابيون انا ضدهم وضد الانقلاب، ولكن كاتب لي كده باللغه الانجليزيه but the people who supported the coup they will never see a happy day. يعني مش هيشوفوا يوم، مش هيطلع لهم فجر، هيشوفوا يوم حلو. فانا قلت ان تشومسكي اتجوز خالتي بامبا، يقعد معاه انا شغل دونت ميكس ده دونت ميكس خالص. انا دي نهايه لطيفه جدا، هي دي اصل اللعبه. بعد الفاصل دعايه هنتكلم لسه على هنتكلم، بس الوقت بقى ضيق قوي. هنطلع بعد الفاصل علشان نقول في نقاط محدده، هو انا هعمل مصالحه مع مين اذا كان في حد في موجه كده رافضه تماما الحوار ومؤمنه ان الشرع هو الحل، وناس مقنعاهم ان الانقلابيون ينهزمون بينهارون في حال التفتيت وبيضربوا الاكابر. التقي بعد الفصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، اعدكم لن تكون الحلقه الاخيره في هذا الاطار. انا شايف من وجهه نظر المتواضعه ان هذا ملف مهم جدا يجب ان ننشغل به، لان ليه علاقه بمستقبل مصر السياسي، بمستقبلها الاقتصادي، بحياه الناس، فلازم نتكلم فيه. هتسمعوا كلام يضايق بس في النهايه هنحاول نوصل لحاجه، وهبتدي من اللي يضايق. دكتور مصطفى النجار، كل واحد عنده دقيقتين ونص وما العشر دقايق بتوعي، والا مجدي الجلاد هيدخل علينا على الهواء. دكتور مصطفى، وأنت تطرح وجهة نظر وتمثل طيار من الشباب، وفي نفس الوقت بتلحقق اتهامات الناس علشان تقبل الفكرة اللي بتطرحها لدى البعض، مش هقولك الكل، في كتير يعرف مصطفى النجار وفي البعض بيقرأ عن مصطفى النجار. لحقتك اتهامات أنك تميل إلى الإخوان، أنك كنت في رابعة العدوية في الأيام الأخيرة، أنك خرجت باتفاق لأن تكون صوتا من الخارج ومؤثرا من الخارج. لا تذل ده، لا تأكده لي وتقول لي موقف آخر علشان تبقى رؤيتك في النهاية في جمل للخروج مما نحن فيه مؤثرة لمن تريد أن تؤثر فيه.
يعني انا سعيد حضرتك سالت السؤال دوت عشان مهم قوي الناس تبقى فاهمه اللي حصل في مصر. ابو اسماعيل ايوه عجبني اللي حصل اللي حصل في مصر الفتره اللي فاتت ان كان كل صوت مختلف يعني بيتم اغتياله معنويا. كلام طبعا حتى اللي بيفبرك ما بقاش بيفبرك بشطاره زي زمان. يقول لك البرادعي قاد التنظيم الدولي للاخوان مش عارف مين قابل مين مين راح فين. فده جزء من الاختلال المعنوي اللي بيتم اللي احنا رافضينه وبنصر وشايفين ده تمن احنا لازم ندفعه بسبب مواقفنا. مواقفي من الاخوان واضحه. الاخوان يعني دخلوا ضدي في انتخابات قاسيه في دائره مدينه نصر واشوف من الدكتور مصطفى والدكتور حسن من الناس اللي انتخبوني. يعني وصلت يعني معركه بيني وبينهم ان هم كفروني. يعني قالوا ده مرشح الكنيسه وان ده مش مسلم. ومواقفي في البرلمان ومعارضتي للاخوان كانت واضحه. فانا مش محتاج اقعد اقول انا كذا كذا. وانا رافض اصلا فكره ان اي شخص يتكلم بصوت مختلف يتقال له انت خليه اخوانيه نائمه، انت طابور خامس. وبقول للناس لو انتم مشيتوا ورا الاتجاه ده انتم هتخسروا كل الاصوات المعتدله وكل الاصوات اللي خايفه على البلد دي بهذه الطريقه. فاتمنى ان لغه التخوين دي بشكل عام والتشكيك والاشاعات والفبركات كل الكلام ده ينتهي، لان احنا كلنا ممكن نختلف في تقييمنا للامور لكن اعتقد كلنا حريصين على يعني مصلحه مصر. باختصار شديد احنا يعني ايه اللي احنا مفروض نعمله دلوقتي؟ انا شايف برضو اي حد بيسمعك هيقول بس ما ردش عليك وما قالكش ان انا ما روحتش رابعه ولا عمري دخلتها. انا اسف بس انا بكلمك عن مشاهد. تمام. انا يعني اول ما انت تقول لي انت روحت رابعه دي حاجه تضحكني جدا. لان يعني لو انا كنت روحت رابعه ده كان هيبقى خبر في كل وكالات الانباء وفي كل خلاص الابتدائيه وفي كل وفي كل الصحف. وكان يعني هيبقى الاخوان هيشيدوا جدا بده ومصطفى النجار ينضم لاعتصام الاخوان. فيعني انا شايف ان دي شائعات سخيفه لا تحتاج للرد عليها. وانا يعني الناس اللي هي ممكن تصدق كلام زي كده انا بصراحه يعني ما اقدرش اتناقش معاهم. يعني زي اللي متخيل ان البرادعي هو زعيم التنظيم الدولي للاخوان ده هقول له ايه؟ ده هقول له ربنا يشفيك. يعني نرجع للمساله اللي احنا فيها. مصر محتاجه ايه؟ احنا بندير الازمه دلوقتي مش هينفع نديرها بالحل الامني فقط. اول محور عايزين ندير بيه الازمه هو المحور الامني اللي هو ضبط الامن مع احترام حقوق الانسان. ازاي المعادله دي تتعمل؟ لازم نعملها عشان يعني زي ما قلت انتهاكات حقوق الانسان بتؤدي الى اسقاط الشرعيه، بتؤدي الى زياده التعاطف، بتؤدي الى اثار عكسيه والاخوان يتعاملوا ذلك. ده المحور الامني. تاني حاجه المحور القانوني. احنا في طبعا ناس كتير اتقبض عليها بتهمه التحريض. احنا مش عارفين تهمه التحريض ديت ايه بالظبط. فحتى دكتور محمد مرسي انا عايز ان هو يتحاكم، يعني عايز ان هو يتحاكم عشان نعرف ايه التهم الموجهه ليه. وكل الناس المعتقله ما يبقاش فيه مجالي. ايوه احنا عايزين بقى سرعه في التقالي عشان الناس اللي هي معتقله على خلفيه سياسيه تطلع، الناس اللي معتقله على خلفيه جنائيه تطلع، لكن ما تفضلش الحاله كده انا بقبض على ناس بقبض على ناس وما فيش اي محاكمات. دي تاني محور. المحور الثالث هو المحور السياسي. احنا في مرحله تاسيس، بنعمل دستور جديد، بنعمل قانون انتخابات. ما ينفعش نعدي المرحله الانتقاليه واحنا ما اتكلمناش على العداله الانتقاليه، غير ان فكره العداله الانتقاليه وفكره مهنيه الاعلام دي كان جزء من خريطه الطريق. فاغفال مساله زي العداله الانتقاليه مع اهميتها ده هيفجر اي عمليه قادمه. اوعى حد يتخيل ان ضحايا مبارك هيسكتوا، ضحايا المجلس العسكري مش هيسكتوا، ضحايا الاخوان مش هيسكتوا، ضحايا الفتره دي برضه مش هيسكتوا. فعشان ناسس يعني لدوله محترمه لازم نطبق العداله الانتقاليه. المحور الثالث هو محور فكري وثقافي. انا فكره يعني ايه مشكله الاخوان؟ مشكله الاخوان الايديولوجيه نفسها، هو اتزرع جواه ان هو بيقاتل من اجل الدين وان الاسلام ايديولوجيه. لازم اشتغل على ده، لازم ابين لافراد الاخوان نفسهم وللناس المؤيده ليهم ان ما فيش حاجه اسمها مشروع اسلامي بالشكل بيقولوا اخوان، وان الاسلام مش ايديولوجيه، وان توظيف الدين في السياسه بهذا الشكل هو امر يسيء للدين. فلازم اشتغل على ده. لكن انا طول النهار كل القنوات قاعده تشتم في الاخوان تشتم في الاخوان، ده يعني كتر الشيطنه بيخلق تعاطف. وده اللي الاخوان كانوا شغالين عليه وبيستفادوا منه ايام مبارك وحصدوا 88 مقعد وخدوا اغلبيه بعد الثوره. فمحور الفكر والثقافه وزلزله الافكار ده مهم جدا. المحور الاخير هو المحور المجتمعي. احنا عندنا شرخ جامد دلوقتي في المجتمع المصري لازم نعترف بيه. احنا في جيران دلوقتي ما بيسلموش على بعض، في بيوت وعائلات ما بتحضرش اعياد مع بعض، ما بيروحوش اي مناسبات بسبب حاله الاختلاف السياسي. لازم نشتغل على ده لان هذا الانقسام خطير، تعميقه يعني هيؤدي الى كارثه. واحنا مش هنتبسط ان مصر يعني ممكن يبقى فيها نظام سياسي جيد لكن فيها مجتمع متفسخ وفيها ناس يعني تدب بينهم الكراهيه. وصل دكتور مصطفى اتفضل. انا يعني اتفق تماما مع كل ما ذكره
الزميل العزيز الدكتور مصطفى نجار، انما انا باضيف الى هذا انه يعني من جانب الدوله يجب ان تتصرف باعتبارها الاخ الكبير، واحنا عارفين انه الاخ الكبير يعني يمكن ان يتسم بالحزم ويتسم ايضا باللين والعطف. الاخ الكبير بيتعامل مع اخ صغير في حال تمرد في الوقت الحاضر، يعني يمكن ان يؤدبه، يعني يجب ان يؤدبه عندما يخرج عن حدود معينه، ولكنه ايضا يجب ان يبين له الطريق الصحيح. فيعني اعتقد انه فكره الاخ الكبير هذا يجب ان يرشد عمل الدوله، والاخ الكبير ايضا ملزم بان يعني يشرح ما يفعله، يعني يجب ان يكون هناك نوع من الشفافيه في عمل الدوله. انا يعني اعجب عندما اسمع في الاخبار عن القاء القبض على يعني عدد من القيادات دون توضيح السبب، يعني لابد ان يكون واضحا للراي العام لماذا يجري اعتقال هؤلاء، وخصوصا انه يبدو ان بعضهم بعيدين تماما عن الدعوه للعنف، عن المشاركه فيه. ولذلك مساله الشفافيه بالاضافه لكل ما ذكره الدكتور مصطفى النجار مساله مهمه جدا. دعوه ايضا للراي العام ان يتسع صدره، يعني مصر يعني الاراء الخاصه بكيفيه الخروج من المازق في مصر ليست فقط رايين، ليست فقط قطبين، قطب يدعو الى اقصاء الاخوان المسلمين، وقطب يدعو الى وصول الدكتور محمد مرسي مره اخرى الى قصر الرئاسه. هناك العديد من الاراء والاجتهادات، واعتقد انه يعني هذه دعوه للراي العام ان يتسع صدره لكافه الاجتهادات، والا يضيق صدره عندما يعني يخرج احد من المفكرين او الكتاب او الناشطين السياسيين عن يعني هذا القالب الذي يضع فيه الراي العام. المساله الاخيره هي دعوه للاخوان المسلمين، يعني يجب ان يعترفوا انه الذي حدث في مصر كان 30 يونيو، 3 يوليو كان مرتبط ب 30 يونيو، و 30 يونيو كان رفض شعبي لسياسات الاخوان المسلمين ولطريقتهم في اداره الدوله، ومن ثم يعني على الاخوان المسلمين ان يفكروا في ولاده جديده لمشروعهم، لانه المشروع ده انتهى في 30 يونيو، ومن ثم ينبغي البحث عن مشروع جديد يعني يسعى الى الاجابه على حاجات المواطنين. دكتور عمار، يعني احنا ايقاع سريع جدا، قطعا انهاء حالة الاحتقان مطلوب، نعم، لكن علينا ان لا نقع في فخ اننا نتحدث عن طرفين متكافئين، صحيح، سواء من حيث القوة المادية او من حيث القوة الاخلاقية في الحقيقة. نعم. انا لا استطيع أن اساوي بين من يحمل السلاح ضد المجتمع وضد الدولة وبين الدولة التي تستخدم اجراءات قصرية. انا ارفض الاجراءات القصرية، لكن في الوقت ذاته أيهما أشد وأنكى؟ من يقتل ويقتل الجميع، يعني خالد داود اللي دافع عن الإخوان وكان رافض فض اعتصام رابعة نالوا ما نالوا، لأن هذا لا يفرق بين بيعتبر الجميع أعداء أو الجميع في خانة الكفار. الحديث عن انقسام أنا لا أرى الأمر على هذا النحو، في الآخر الأخ الكبير لازم أن يكون موجودا. مصر تحتضن الجميع، لكن مصر لا تذهب إلى أحد. نعم. الذي يشز عن مصر يجب أن يعود إليه وعلى أسس واضحة. أنا لا يروق لي أن طرف زي الإخوان المسلمين كان يتحدث عن جماعة دعوية وجماعة سياسية وبعدين حزب سياسي وخط سلطة ينتهي إلى التعاون مع تنظيمات إرهابية أو إلى ارتكاب حاجات أشبه بالجريمة المنظمة في الشارع، والأنكى أن يستعين بأطراف خارجية. مطلوب أننا أقطع الطريق، أننا لا أضع هؤلاء في الزاوية حتى يزدادوا تطرفا ويزدادوا كراهية للمجتمع ويعودوا تاني لفكرة العزلة الشعورية ويتقفل دماغهم حتى مش هتعرف توصل لهم. مطلوب، لكن في الوقت ذاته أضع هذه الاعتبارات في رأسي. نعم. لأن في النهاية لا، أنا لا لا يعنيني السلطة الحالية ولا يعنيني الفريق السيسي وأحلامه ولا يعنيني الإخوان المسلمين، أنا يعنيني مصر، مصر مواطنين، مصر لن ترضخ لأحد. يعني الإخواني عليهم أن يفهموا هذا. طبعا احنا كنا بس عند القاطع نسينا نكمل أو مش نسينا الوقت. فكرة أن بعد ما لقيت الكتابة دي موجودة بتدل على أن هم بيحطوا في قالب الدعاية كلام من عندهم ويصبوا فيه كلام على كلام مفكرين كبار زي تشومسكي وغيره وغيره. طبعا لما اتصلت بتشومسكي وقبل ما اتصل لقيته هو عامل على الفيسبوك ان هو يدين الفبركة التي احدثها الصحفي التركي ياني لما قاله. فاذا احنا فكرة الدعاية دي لازم نفكها. فكرة حاجات تانية بقى مرتبطة بيها، فكرة المصطلحات وفكرة المصطلحات التي دل على الاستقطاب وعلى مسدسات جوبلز اللي بتطلع على طول دي، لازم نعمل تنشن ريدكشن، نخفض التوتر في المجتمع،
لازم يكون في الاخ المحتوي واحد فوق الازمه، لازم نبقى فوق الازمه مش تحتها. المهم كمان ان احنا ما نديش ماده للدوله العميقه والدوله القديمه ونرجع تاني نربط بين ان كان النظام السابق بناين او نلغي ثوره 25 يناير او نخش في متاهات لا حصر لها. كمان التفكيك، خطاب التفكيك، لو ما فيش حوار، انا بقول لحضرتك ليه المثال بتاع اللي انا جبته بتاع تشابس كده، لان في حوارات ناجحه مع بعض الناس اللي هم عايزين يتحاوروا وعلى الاقل عايزين يفهموا فده في قطاع منهم. ما ينفعش ان انا اخد كل حاجه كده في سله واحده، ده ما ينفعش. الحاجه الثانيه المهمه وخلص على طول دلوقتي اللي هي تفكيك الخطابات اللي هي تدل على اهميه تدخل الازهر في تفكيك الخطاب الديني الخاطئ وكل الحجج الخاطئة التي ناس كتيرة مش عارفة أصولها ومش عارفة صحتها ومش ومع علم التفاضل إدارة الأزمات الاثنين مع بعض كده، لابد ان احنا نديهم حصيلة، ولابد ان احنا نعمل يعني نوع من الحوارات، ولو حتى الحوارات، عارف الحوارات الذاتية، ان انا اعمل رول بلاينج. احنا كنا فاكرين ان احنا هنخش عند حضرتك النهاردة نعمل رول بلاينج، ان واحد يقول دور الاخوان ايه وازاي ترد عليه. يا ريت تتبنى فكره زي دي، ما انا كنت عاملها كان اصل الحلقه بس لم استطع الحصول على ضيف مناسب بعد العرض. انا سمعت ده وانبسطت بالفكره دي جدا وحييك عليها وحيي البرنامج، واتمنى انك انت فعلا تحاول. ان ما كنتش هتلاقي ناس، وهتلاقي ناس على فكره، بس هي عايزه هدوء ومش عايزه وده ما يمنعش برضو الحسم مع الارهابيين وعدم الخروج على الدوله، وان الدوله دي لها سياده قانون، وان من خرج عنها لابد ان يحاسب على ذلك. ولكن ازاي ده بالتوازي افتح مجال وتراك للحوار، وحتى للحوار اللي هو مش مباشر، يعني حتى لو تبنيت رول بلاينج احنا مستعدين نعمل رول بلاينج ده او اي مجموعه اخرى. انا مشكوك جدا انهم يعملوا هذا، هنعمله. مجد الجلاد يضربه. انا شايف ان هذا لا يوجد امامنا خيار اخر من اجل مصر. بشكركم، دي كانت نهايه حلقتنا النهارده. بشكر ضيوفي الاعزاء، غدا حلقه جديده من ممكن، وبعد قليل زميلي العزيز مجد الجلاد اللي هيحاسبني على الثلاث دقايق دول. نلتقي غدا ان شاء الله.